بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. ويظل دائما الأهلي في المونديال. قبل بس ما أتكلم عن فرحة وإن إحنا قد إيه مبسوطين وإن إحنا كأهلاوية الأهلي بمن حضر والكلام ده كله، عايز أقول كلمتين. ليس إيه اسمها إيه؟ معلش، الواحد من كتر ما هو مبسوط مش عارف يتكلم. من كتر ما الواحد مبسوط وسعيد، لأن كانت في حاجات كتيرة جدا بتتحضر لبيتسو موسيماني خلال الأربع خمس أسابيع اللي فاتوا، هتكلم مع حضراتكم عنهم. ولكن عايز أبدأ بس في الأول أقول لكم إيه؟ إن ليس كل ما يعرف يقال. ليس كل ما يعرف يقال، فاكرين؟ هذه الجملة طلعت جملة في شنك. مع النادي الأهلي طلعت هذه الجملة في شنك. في جملة تانية ممكن أقولها. الأهلي بمن حضر، هذه هي الحقيقة. هذه هي الحقيقة والمقولة التي أثبتت أن رجال النادي الأهلي دائما هم في الموعد. رجال النادي الأهلي دائما هم في الموعد. هذه المقولة الأهلي بمن حضر النهاردة، والنهاردة تحديدا زي ما كان في الثمانينات كده وفي التسعينات وفي أوائل الألفينات، كل سنة أو كل عشر سنين بيحصل حاجة بتخلينا نقول الأهلي بمن حضر. هذه هي الجملة الصحيحة الصحيحة. هو ده النادي الأهلي، هي دي فرحة النادي الأهلي، هو ده أسلوب وطريقة النادي الأهلي. مش ليس كل ما يعرف يقال. ليس كل ما يعرف يقال، أيوة صح، ولكنها في شنك. في شنك. أنتوا كنتوا بتنيموا النادي الأهلي وكنتوا بتسكتوا النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي ما نامش، النادي الأهلي ما سكتش، النادي الأهلي كان بيحاول ياخد حقوقه لآخر لحظة، لآخر لحظة. مش عايز أقول لحضراتكم إن في حاجات كتيرة جدا كان بتحصل خلال الفترة اللي فاتت، يعني غير مسموح إن احنا نتكلم في مثل هذه الأمور، ولكن النادي الأهلي حاول إن هو ياخد كل حاجة، كل حاجة الحقيقة من الاتحاد، غير مسموح لأن مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، يعني ما مش حاجة تانية. حاجات كتيرة جدا كانت بتحصل الفترة اللي فاتت علشان توقع النادي الأهلي للدرجة دي. أيوة للدرجة دي، وأكتر من الدرجة دي. الناس شايفة إن لا، النادي الأهلي خد بطولتين، لا التالتة دي لازم نديله على دماغه. خد بطولتين أفريقيا وطلع تالت عالم، فلازم بقى، ما ينفعش السنة دي بقى كمان هو النادي الأهلي هيكبر. هو في إيه؟ يا جماعة والله كانت بتحصل حاجات الفترة اللي فاتت، ها؟ وناس قاعدة تخبط من هنا، وناس قاعدة تخبط من هنا، وناس قاعدة تخبط من كل مكان، من كل مكان، بغرض واحد فقط، وهو كيف يمكن إن احنا نزيل النادي الأهلي من قدامنا. ولكن يظل دائما جمهور النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي واللي بيعملوا مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده الأسلوب والطريقة اللي دايما هنمشي بيها. انت بتتكلم وانت منفعل قوي يا اسلام. ايوه منفعل، لانه في حاجات كتيره جدا كان الواحد عارفها الفتره اللي فاتت ودلوقتي بانت قد ايه. انا كنت بصوا هقول لحضراتكم من الاخر، النهارده كان بتتحضر حاجات لبعض من لا يشجع النادي الاهلي بعد المباراه مباشره. النهارده ما قبل المباراه كان بيتم تحضيرها. ايه بقى؟ ان افتكروا كده السيناريو اللي الفترة اللي فاتت حصل، هتعرفوا الكلام اللي أنا بقوله. السيناريو كان عايز إيه بقى؟ إن هيطلع يقول لك موسيماني ما عندوش فكرة، موسيماني لازم يمشي، الأهلي بينهار، محمود الخطيب ملعب مش مكتب. أيوة كان كل ده هيتقال الفترة اللي جاية، والله العظيم كان هيتقال كده الفترة اللي جاية. موسيماني، هو موسيماني ده بيعرف يختار تشكيل، هو موسيماني ده محدش، ده موسيماني ما بيعرفش يعمل حاجة غير إن هو يجيب بطولات. مش كان بيتقال كده؟ هو حضراتكم نسيتوا الفترة اللي فاتت؟ يا عم اسلام، هو احنا لسه ما عملناش حاجة؟ ايوه ما عملناش حاجة. انت عارف حضرتك حتى لو كنا اتغلبنا النهاردة لا قدر الله وظهرنا بهذا الشكل وبهذا الأداء، انا كنت هبقى سعيد وكنت هطلع اقول هذا الكلام برضو. اصل موسيماني ما عرفش يستفيد من كأس الرابطة، موسيماني ده مدرب على قده، موسيماني ده لما كان بيدي اجازة كانت الناس يا جماعة بيدي اجازة 12 يوم ليه؟ معرفش الحقيقة كان بيدي أجازة. واضح إن هو كان، يعني واضح إن الراجل ده صح وكل حضراتكم غلط. أنا بأطالب كل الناس
اللي اتكلمت عن موسيماني وعن إدارة النادي الأهلي الفترة السابقة يطلعوا يتأسفوا على الهوى، على الهوى قدام الناس كلها. لازم حضرتك لو عندك الشجاعة، لو عندك أي حد من الناس، أنا والله ما بتكلم على حد معين، عشان أنا بتكلم على كل الناس اللي أخطأت في حق، من حقك أن أنت تنتقد، محدش يقدر يقول غير كده. كل واحد من حقه أنه ينتقد أداء أي حد في الدنيا، مفيش مشكلة، ولكن تصل إلى مرحلة التطاول، من فضل حضرتك أي حد تطاول وأخطأ في بيتسو موسيماني يطلع يعتذر ويقول له احنا اسفين يا بيتسو. فاكرين التمثيليه ولا الفيلم بتاع احنا اسفين يا صلاح، احنا اسفين يا بيتسو؟ لازم تطلعوا تقولوا له كده. كانت قناه النادي الاهلي وبرامج قناه النادي الاهلي فقط هي اللي واقفه قدام هذه الحمله خلال الفتره السابقه. حمله كانت ممنهجه من بعض الاسماء اللي كانت ضد، بيتقال ان هم اهلاويه وضد النادي الاهلي، وبعض الأسماء الأخرى اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. هو ده اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت، وكان بيتحضر لحاجات زي ما قلت لحضراتكم. أصل محمود الخطيب ده ملعب بس مش مكتب. أديكوا شايفين محمود الخطيب، أديكوا شايفين مجلس، بلاش محمود الخطيب، أديكوا شايفين مجلس إدارة النادي الأهلي، أديكوا شايفين مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بينتخب من جمعية عمومية واعية ومحترمة وعارفة هي بتقول إيه. أنا الحقيقة النهاردة كل سعادة وكل فخر بمجموعة اللاعبين 14 15 16 17 لاعب مش موجودين في النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيؤدي هذا الأداء بغض النظر عن إن إحنا كسبنا، ولا يفرق معايا. أنا اللي فارق معايا الشكل اللي أنا شفته لأداء النادي الأهلي أمام فريق قوي جدا. أنا بس امبارح فريق قوي وعنده مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، ولكن إزاي تقفل ناحية اليمين بشكل كويس، إزاي تقفل ناحية الشمال بشكل كويس، إزاي تقفل بالدبابة في نص الملعب أليو ديانج، إزاي تلعب مجدي أفشة في هذا المكان وتستفيد منه بكل الطرق، مش إن أنت تستبعده من يعني خلينا نتكلم عن الأهلي. فكل حاجة كانت حلوة وكل حاجة كانت كويسة. فخور بأداء علي لطفي، فخور بأداء مغربي. عرفتوا كاس الرابطه كانت معموله ليه ولا ما عرفتوش؟ ها حد يقول لي، حد يرد عليا، حد يقول لي اصل بيتسو اخطا، بيتسو غلطان. غلطان صح، غلطان علشان بيطلع ناشئين، غلطان عشان بيتبع سياسه مجلس وسياسه كوره في النادي طلعت لنا مجموعه الناشئين اللي حضراتكم شفتوهم. لا غلطان يا بيتسو، غلطان يا كابتن خطيب. بصراحة كابتن خطيب غلطان. تخيل حضرتك ان السيناريو اللي كان محتمل يطلع بعد هذه المباراة، بعد المباراة على طول، وبعدين انت بتلعب فين؟ في كأس العالم للأندية وناقصك 13 14 لعيب، وكان السيناريو ده هيطلع ان بيتسو مدرب ما عندوش فكرة. انا بقول لحضرتك اهو، مدرب ما عندوش فكرة، والخطيب ده ملعب مش مكتب. انا بقولها لك اهو، بالملعب مش مكتب من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. ولكن كل ده النهاردة الحقيقة مع مجموعة من الأبطال داخل الملعب واستراتيجية النادي الأهلي بيمشي عليها، قدرنا نوصل في النهاية ان احنا نكسب. طيب النهاردة كلنا اتفرجنا على المباراة من خلال قنوات أبو ظبي الرياضية، وهرجع اتكلم مرة تانية على الكلام اللي انا كنت بقوله. اكتر حاجة كنا مبسوطين منها النهاردة التعليق على المباراة، تعليق رائع، تعليق محترم، تعليق من هو نجم كبير في التعليق الحقيقة، وإماراتي مصري. يعني احنا دايما بنقول على كابتن علي سعيد الكعبي ان هو إماراتي مصري، بيحب مصر، بيحب النادي الأهلي، بيحب كل ما ينتمي لمصر الحقيقة. وكان تعليقه النهاردة أكثر من رائع ومنتهى الحياديه ومنتهى الجمال اللي في الدنيا، وكلنا كنا مستمتعين بيها. كابتن علي يعني انا ببارك لك طبعا على التعليق الرائع النهارده، وببارك لك على فوز النادي الاهلي. الخير استاذ اسلام، انت والمشاهدين. اهلا وسهلا. والجميع يمكن قلتها كثير في التعليق انه الفوز النهارده مش فوز للنادي الاهلي، ده فوز لمصر وده فوز للكره العربيه. نعم.
وانا ابدا بالكلام اللي انت قلته في البدايه اللي هو مين ما بيحبش مصر، يعني مين ما بيفرحش بفرح في مصر. النهارده ان شاء الله تعالى طبعا فرحنا بفوز النادي الاهلي، وبكره ان شاء الله نفرح بمنتخب مصر في المباراه النهائيه ان شاء الله تعالى. طيب كابتن علي، قبل المباراه الحقيقه كلنا كان هناك البعض بيشكك في قيمه النادي الاهلي طبعا، وكان البعض ده او يعني بيتقال ان الاهلي يفقد 14 او 15 لاعب تقريبا ما بين اصابات وما بين وجودهم في المنتخب وما بين كذا وما بين كذا. هل كان عندك شك وانت بتعلق على هذه المباراه من الناحيه الفنيه؟ اطلاقا اطلاقا. انا حتى في تداخل مع الاستوديو قبل الماتش كنت قلت انه سبق، وكنت وجهت السؤال للكابتن سيد معوض عندنا في الاستوديو في استوديو ابو ظبي الرياضيه، وقلت له انه في تجارب سابقه في كره القدم المصريه انه النادي الاهلي شارك في الصف الثاني ونجح انه يفوز في بطولات مثل كاس مصر لو نعم. لو حضرتك فاكر. ف طبعا اطلاقا انا دائما بنظر للناحيه الايجابيه في الموضوع، اللي هي انه اي وجه جديد ما عندوش فرصه او ما بياخدش فرصه كبيره مع فريق النادي الاهلي في الدوري ولا في كاس افريقيا، الظروف دي الظروف الصعبه اللي هي غياب لعيبه المنتخب بدايه من الشناوي والمجموعه اللي كلنا بنعرفها، نعم. دي فرصه للوجوه الجديده يعني طبعا، وبالتالي انا اعتقد انها فرصه ذهبيه. النقطه الثانيه مهمه جدا انه ما بيوصلش لاعب يلعب للنادي الاهلي الفريق الاول الا وهو لاعب جدير ان يعني يكون لاعب في بفانيله النادي الاهلي، يعني مش اي واحد. كم مليون يتمنى يلعب في النادي الاهلي؟ كم مليون نفسه انه يبقى تيشيرت النادي الاهلي بيلبسه؟ لذلك مش اي واحد يوصل للفريق، حتى اللاعب الشاب اللي عمره 20 سنه 19 سنه 21 سنه لما يوصل للنادي الاهلي يوصل للفريق الاول يوصل لانه جدير، لانه يكون في مستوى تمثيل النادي الاهلي. ودي شفناها النهارده يعني مجموعه اللعيبه الشباب اللي يمكن كثير من الجماهير العربيه ما تعرفش اسمائهم. مظبوط نعم وكان ادائهم بالفعل في مستوى التوقعات، في مستوى ايضا شعبيه النادي الاهلي. مونتريال المكسيكي النهارده فريق قوي جدا، فريق من اقوى فرق امريكا اللاتينيه، وبالتالي في بعض الاوقات الحقيقه او بدايه المباراه تحديدا اول ربع ساعه رحنا بكره ولا بكورتين، ولكن كان هناك ضغط شديد على النادي الاهلي. حتى بعد ما النادي الاهلي جاب جون علي لطفي خرج كورتين ثلاثه. هل كان عندك برضو مهم جدا ان انا عايز اوصل للنقطه دي لانها نقطه مهمه، هل كان عندك شك ان ممكن يخش فينا جون الاهلي؟ لو دخل فيه جون هيعمل ايه؟ هو طبعا يعني مساله انه يدخل جون في مرمى النادي الاهلي دي ورده في اي لحظه من لحظات المباراه، لكن انا كمعلق متابع للشوط الاول انا شفت ان النادي الاهلي تقريبا يعني انجز المهمه بنجاح، لانه الشوط الاول مثل ما تفضلت كان شوط للفريق المكسيكي المونتيري مظبوط وبالعرض تقريبا كان فريق هو المسيطر والمستحوذ. وانا يمكن في الشوط الاول كمان في اواخر الشوط الاول طرحت تساؤل، قلت انه هل اللياقه البدنيه عند الفريق المكسيكي بتستمر بالضغط العالي الرهيب ده؟ انا اعتقد انه ما فيش فريق في العالم ممكن يستمر ضاغط طيله ال 90 دقيقه، لكن للامانه الشوط الثاني كانت في اخطاء في الشوط الاول على المستوى الفردي من بعض اللعيبه مثل مجدي أفشة مثل ما تابع الجميع، لكن شفنا مجدي أفشة مختلف تماما في الشوط الثاني، وبالتالي لاعب بقيمه أفشة عندما يعود الى مستواه الطبيعي بجانب طبعا اليو ديانج وبجانب ايضا الشباب كلهم المبدعين في الماتش. الشوط الثاني الامانه كان شوط اوكي كان متساوي في الاوقات كثيره، ولكن شخصيه النادي الاهلي روح النادي الاهلي خاصه بعد الهدف انا اعتقد ان كل العوامل دي، لكن لابد الاشاده بالرباعي الرائع جدا اللي كان في خط الدفاع، يعني اليوم رامي يعني وياسر ومحمد رامي هاني وياسر وعلي معلول اضافه الى ومغربي الى محمد هاني حاجه ومغربي قبل ما يطلع ده واحد من الناشئين الحقيقه. نعم مغربي برافو مغربي الشاب الصغير ده قدم ماتش عظيم جدا، وبالتالي اليوم احنا شفنا روح النادي الاهلي
روح النادي الاهلي. انا دائما بقول انه الكره المصريه عندها الروح. أيوة. يعني منتخب مصر في كاس افريقيا الحاليه قد لا يكون افضل المنتخبات الافريقيه فنيا، ولكن الروح اللي موجوده عند اللاعب المصري بتزيل الكثير من الفوارق وبتقرب الكثير من المسافات. مظبوط. ودي حاجه تحسب للاعب المصري سواء مع النادي او مع المنتخب. هل نجح بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي حتى الان؟ والله الـ 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 الارقام بتقول الارقام بتقول يعني شويه ممكن يبقى مع الـ مع الـ مع المجموعه اللي تركت بصمه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي. الراجل عنده بطولتين افريقيا. مزبوط. الراجل عنده بطولتين السوبر بطولتين افريقيا وثالث عالم، وهو يا ثالث يا رائع ثالث يعني عالم برافو. ممكن اول ثاني ثالث وعنده كاس مصر اذا ما كنت غلطان. وبالتالي يعني الراجل مش اسم كبير يعني بالنسبه لنا احنا في المنطقه العربيه، مش مانويل جوزيه مثلا، مش لكن الراجل عنده بصمته، يعني الراجل عنده بصمته. يلعب بالفريق الاول، يلعب بالفريق الثاني، النادي الاهلي هو نفس الشخصيه، هو نفس الحضور. وانا اعتقد خلينا نتكلم بصراحه استاذ اسلام، هو اللي بيدرب النادي الاهلي بيبقى يعني محظوظ، لانه بيجي وبيلاقي بيئه متكامله للنجاح. يعني نعم. يعني لو 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 كان لو كان السيد موسيماني مثلا في نادي اخر خارج مصر ونادي برضه كبير، برضه مش هيحقق النجاح نفسه مع النادي الاهلي. البيئه الموجوده في النادي الاهلي، الاستقرار الموجود في النادي الاهلي، كل العوامل دي بتخلي المدرب ينجح بشكل او باخر. لكن انا في اعتقادي سؤالك اجابه على سؤالك، انا اعتقد نعم انه موسيماني حتى الان بيقدم اداء جيد بالفعل مع النادي الاهلي. طيب المباراه القادمه بالميراس، واحد من اقوى برضو الفرق في امريكا اللاتينيه، النادي الاهلي هيعود لي على الاقل من 4 لـ5 لاعبين يكونوا ان شاء الله بعد مباراه بكره في النهائي امام السنغال، ان شاء الله يعود الجميع الى الامارات مره اخرى ويكونوا جاهزين ان شاء الله للمباراه القادمه. هل يستطيع النادي الاهلي الفوز في المباراه القادمه؟ هو ما فيش حاجه مستحيله في كره القدم طبعا. هتسالني من دلوقتي اقول لك يعني بنسبه ليست بالكبيره ممكن يكون الافضليه شويه لنادي بالميراس، لانه مزبوط. فريق غير مجهد يا استاذ اسلام. صح. فريق ما لعبش الماتش الاول، فريق ما عندوش لعيبه بعيد عنه جاي من قاره ثانيه. لكن انا برضو مصر على كلمه الروح اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. لما بيرجع لي 3 4 لعيبه من منتخب مصر، لما اللعيبه الشباب الحلوين الصغار دول عاشوا فرحه الانتصار وعاشوا فرحه انك تقابل فريق بطل قاره وتتفوق عليه ولاول مره تفوز عليه في المواجهات المباشره، انا اعتقد ان كل دي حوافز. نقطه ثانيه مهمه جدا استاذ اسلام، انه قدامك خطوه بس وتكون تلعب الفاينل. يعني مزبوط. انت تلعب فاينل تاريخي بالنسبه لك، لانه النادي الاهلي على كل مشاركاته الخمس الماضيه ما وصلش للمباراه النهائيه، وبالتالي 90 دقيقه تفصلك عن التاريخ، وهذا حافز لكل لاعب انه يقدم افضل ما يملك. وفي النهايه نقول ايضا كره القدم تكافئ المجتهدين بصوره كبيره، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله تعالى في يا رب ان شاء الله. انا الحقيقه في نهايه هذه المكالمه انا بشكرك بنيابه عن كل الاهلاويه. الحقيقه النهارده سمعنا تعليق رائع، مصري اماراتي او اماراتي مصري. الحقيقه يعني انا بشكرك جدا جدا يا كابتن علي سعيد الكعبي طبعا على اللي حضرتك دايما بتقوله، لانه شيء مهم جدا جدا. فانا بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى تعليقك النهارده على هذه المباراه. شكرا جزيلا كابتن علي سعيد الكعبي. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نضع حضراتكم في كل حاجة بتحصل، وهنجيب دلوقتي لحضراتكم لسه عندنا مفاجآت كثيرة جدا خلال هذه الحلقة، لأنه جمهور النادي الأهلي يستحق، لأن اللي خلى النادي الأهلي يعمل كده هو جمهوره ومحبة الجمهور. زي ما حضرتك شفت امبارح، والحقيقة كابتن شريف عبد المنعم كان متواجد معايا هنا امبارح، كابتن شريف عبد المنعم امبارح قال لي احنا هنكسب، وكان واثق جدا من الكلمة اللي بيقولها، قال لك احنا هنكسب وانا عندي احساس وتفاؤل ان احنا هنكسب. فالنهاردة
ده اهلاوي، كابتن شريف عبد المنعم اسطوره كبيره وكل حاجه، ولكن في الاخر هو مشجع اهلاوي كان حاسس ان هو هيكسب. كميه المكالمات اللي جات لي من الناس اللي رايحه تتفرج على المباراه في الامارات، مش عايز اقول لحضراتكم قد ايه الناس مبسوطه، قد ايه الناس فرحانه، قد ايه الناس قبل المباراه كانت عندها يقين بكل لاعب موجود، بالخطه اللي هيحطها بيتسو موسيماني. بيبقى هناك بعض الشك في المدير الفني في بعض الاوقات، ده في العالم كله، ولكن بشكل عام هناك طمانينه لوجود بيتسو موسيماني في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، لانه بيتسو موسيماني يستحق كل التحيه ويستحق كل الاشاده من كل الجمهور، لانه الفتره السابقه وزي ما قلت لحضرتك كان بتتحضر سيناريوهات من بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحه في اتجاه ما عندوش فكره، ده لازم يمشي ويزق في الناحيه دي، والنادي الاهلي بينهار، النادي الاهلي الحقوا النادي الحقوا النادي الاهلي بينهار، الحقوا محمود الخطيب ومجلسه ما يقدروش وما يعمل، الناس عايزه تبوظ النادي الاهلي لانه شايفين ان هو القلعه الرياضيه الوحيده اللي واقفه على رجليها في ظل كل الظروف اللي بتحصل. هو ده اللي كان بيتدبر من بعض من لا يشجع النادي الاهلي داخل الرياضه. كلهم كانوا رايحين عايزين بقى اخش اضرب 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 عشان نبعد النادي الاهلي شويه عن الشغل المحلي بقى، سواء في الكاس او في البطوله الافريقيه او بطوله الدوري او الكلام ده. لكن في النهايه الحقيقه يعني النادي الاهلي دائما استراتيجيه بيتم وضعها من قبل اداره الكره والمشرف العام على كره القدم كابتن محمود الخطيب، بيتم تطبيقها من خلال كل المجموعه اللي موجوده علشان في الاخر حضرتك تشوف المستوى اللي انت شايفه ده، تشوف الاداء الرائع اللي انت شايفه ده، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا جدا. أنا شخصيا كل فخر بأن أنا أنتمي ولو صفر على الشمال لهذا النادي الكبير. كل مشجع، التليفونات الكتيرة اللي جات لي النهاردة من كل المشجعين أو يعني كل اللي بيكلمني، الناس بتصرخ في التليفون من كتر فرحتها وسعادتها بالنادي الأهلي واللي عمله النادي الأهلي والإعجاز اللي عمله النادي الأهلي في ظل غياب. تيجي نعدهم ولا أنتوا عارفينهم؟ تيجي نعدهم ونشوف. محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد شريف، بيرسي تاو، بدر بنون، حسام حسن، 10 هم لغاية دلوقتي، محمود متولي، صلاح محسن، أدي 12، أقول إيه تاني؟ ده اللي أنا فاكره دلوقتي وأنا مع حضرتك على الهوا، 12 لعيب من اللاعبين المؤثرين وبشكل كبير جدا جدا في النادي الأهلي. هل النادي الأهلي لا يستحق ان انت كواحد اخطأت الفترة اللي فاتت ما ترفعلوش القبعة وتعتذر لكل لاعيبة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي وتقول لهم انا اسف على اللي انا عملته فيكم الفترة اللي فاتت؟ انتوا نادي اكبر نادي بالفعل، أكبر نادي يستحق التحية، لأنه زي ما قلت لحضرتك استراتيجية بيتم تنفيذها وفي الآخر بتحصد النتائج. إيه اللي هيحصل الماتش الجاي؟ إن شاء الله هنكسب وهنتكلم عن الماتش الجاي وهنقول الماتش الجاي من اليمين نعمل كذا ومن الشمال نعمل كذا ونكسب إزاي ونعمل إزاي، كل ده عايزينه. ولكن النادي الأهلي هو الأفضل في مصر والأفضل في أفريقيا والأفضل في العالم العربي زي ما حضراتكم شايفين. عنده جمهور النهاردة وأنا قاعد بتفرج على المباراة، أكتر حاجة في الدنيا والله العظيم الواحد كان قاعد وهو بيتفرج كده، أنا جسمي بيقشعر، جسمي بيقشعر من الجمهور واللي بيحصل من جمهور النادي الأهلي اللي موجود في الإمارات. أقول لك أصل النادي يعني النادي الأهلي الحقيقة النهاردة علمنا، اتعلمنا منه كل حاجة، كل حاجة حلوة اتعلمناها النهاردة من النادي الأهلي. معرفش الفيديوهات جاهزة يا شباب ولا لسه. طب يلا خلينا نروح نشوف افتحي شباكك أنا جيت، ده حسن شاكوش، نشوف ماذا قال حسن شاكوش ونرجع نكمل مع حضراتكم. عود البطل راح المكسيك، ها؟ عود البطل راح المكسيك. مبروك. حبيبي.
اعلامي حبيبي قفشه طلع اداك تيشرت مخصوص. طبعا ده قفشه ده اخويا طبعا وحبيبه وكل لعيبه النادي الاهلي اخواتي، بس قفشه قال لي بعد ما اخلص الماتش ان شاء الله هديك التيشيرت، وهو وافق وبعض معايا. متوقع فوز الاهلي يا ابو علي؟ اه طبعا انا وشي حلو الحمد لله على طول يعني. يوم 8 هنعمل ايه ان شاء الله؟ يوم 8 ان شاء الله نعمل مباراه كويسه وباذن الله ناخد البطوله، وبكره ان شاء الله باذن الله لعيبه منتخب مصر ترجع ان شاء الله بكاس افريقيا ان شاء الله. انا شايف الجمهور بيقول لك اقعد معانا اليوم 12 الاهلي يلعب النهائي لاخر يوم يا كابتن. ان شاء الله انا قاعد اصلا ان شاء الله مش ماشي ان شاء الله. تشجيع للاهلي بقى هنقول حبيبتي افتح شباكك انا جيت انا واقف تحت البيت مش عامل زي تنسيق وعشتيني بتلفي وتدور عليا ليه مش عايزه تحن ليه طب بص يا بنت الايه اوه انا اوه جمهوره ده حماه مع عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني دايما معاه الاهلي عمري عشان الاهلي. الكل بيحتفل بالنادي الاهلي، الكل بيحتفل بفوز النادي الاهلي، الناس كلها كان عندها اصرار غريب جدا ان النادي الاهلي هيكسب. مش اصرار غريب او اصرار عادي جدا ان احنا رايحين مسافرين عشان نكسب، مسافرين علشان نصل للمباراه النهائيه، ربنا يكرمنا في المباراه اللي جايه مباراه بالميراس وان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بالتكتيك اللي هيعمله. عنده بقى مشكله دلوقتي ان عنده مجموعه لاعبين جايه مجهدين بقى معرفش هيلاعبهم ازاي مش هيلاعبهم ازاي، ولكن كل جمهور النادي الاهلي بيثق في هذا الرجل، كل جمهور النادي الاهلي بيثق في بيتسو موسيماني وطريقه بيتسو موسيماني في اللعب، زي ما قلت لحضرتك ان الفتره اللي فاتت سيناريوهات كانت بتجهز لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، كلهم كانوا رايحين في هذا الاتجاه ان انا عايز اخبط في النادي الاهلي من كل الاتجاهات. فانا مش قادر اخبط الفتره اللي فاتت او بدات الفتره اللي فاتت ولم يكن هناك احد غير قناه النادي الاهلي، لأنها قناة النادي الأهلي كانت دايماً واقفة في وسط أو في وجه كل هذه الأمور. الحمد لله كل الكلام اللي كنا بنقوله لحضراتكم الحمد لله والشكر لله من خلال كل البرامج من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 1 بالليل، من خلال كل هذه البرامج كلنا كنا بنقول لحضراتكم حاجة واحدة، لازم نقف مع النادي الأهلي ولازم نشجع النادي الأهلي. البعض كان بيقول لي إسلام بطل تطبيل وبطل مش عارف إيه، ولكن الحمد لله والشكر لله مش أنا، كانوا بيقولوا القناة كلها كده، لكن دلوقتي حضراتكم عرفتوا إن إحنا دايماً إحنا بنحب النادي الأهلي من جوانا، مش بنحب النادي الأهلي عشان بنشتغل، إحنا بنحب النادي الأهلي من جوانا زينا زي أي جمهور. شوفوا الناس النهاردة كل النجوم اللي كانت قاعدة مع حضراتكم النهاردة كانت عاملة ازاي؟ كانت عاملة ازاي؟ طيب خلينا نطلع نشوف، لأن أنا قايل أي حاجة تيجي الحقيقة من الإمارات لازم نوريها لحضرتك من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وخلي بالك محدش هيشوف الحاجات دي غير عندنا هنا بس في شاشة قناة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف فرحة جمهور الإمارات أو جمهور الأهلاوي في الإمارات ونرجع نكمل مع حضرتك. مبروك
شلل لو خمن عليا يا كابتن سيد. انا بقى لي 3 سنين وراك في اسكندريه والقاهره جيت للدوبر عشان تكسب. انت خدت مني الفانيلا صح؟ صح؟ خلاص انسى هديه. دايما جمهور النادي الاهلي مختلف، دايما جمهور النادي الاهلي بيضعك في مكان اخر، زي ما حضرتك شايف او زي ما حضراتكم شايفين، حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا جدا جدا. لكن معلش مضطر ان انا اطلع بره شويه، اقل من دقيقه يعني، ان انا اقدم خالص التعازي لكل الشعب المغربي الحقيقه في وفاه الطفل ريان. الطفل ريان الحقيقه منذ قليل اعلن، طبعا انا عايز بس اتاكد لو كان الكلام ده، لان انا شفته على التويتر. الديوان الملكي اعلن، طيب الديوان الملكي المغربي اعلن وفاه الطفل ريان. طبعا زي ما حضراتكم عارفين القصه دي كانت قصه بقالنا 3 ايام او 4 ايام قد ايه، كل او 5 ايام كمان، كل الناس كانت متجمعه ان هي نفسها تشوف الطفل ده يطلع. هي حكايته ايه؟ هو وقع في بير عمقه 32 متر، وبدات السلطات المغربيه الحقيقه وكان بتعاون كبير جدا بدات في ان هي تحاول تطلعه، فطبعا ما ينفعش يطلعه من نفس المكان، ف حفروا فوقيه بشكل رأسي وبعد كده بشكل أفقي عشان يوصلوا له، ووصلوا له بالفعل بعد 5 أيام، وكانوا مدخلين له أكل وشرب وكل حاجة في المكان اللي هو في البير اللي هو كان موجود فيه. ولكن طلع ومنذ قليل أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة هذا الطفل الحقيقة اللي جمع كل الشعوب. سبحان الله، أكيد حضرتك أي حد قاعد بيتفرج هيبقى عارف القصة بتاعت هذا الطفل اللي كان بيتمشى وساكن هناك بيتمشى، وقع وطلع منذ قليل، ولكن للأسف الشديد أعلن الديوان الملكي وفاته. فبنقدم تعازينا لكل الشعب المغربي ولأسرة الطفل ريان. الحقيقة اللي زي ما قلت لحضراتكم جمع كل الشعوب العربية وغير العربية الحقيقة على إن احنا نقف كلنا علشان نحاول يطلع، وبالفعل طلع ولكن للأسف الشديد توفاه الله. طيب نرجع مرة تانية للنادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك هو فرحتنا اللي دايما بنستناها، والفرحة اللي كلنا كأهلوية بنبقى واقفين مستنيينها. كلنا كان عندنا ثقة، وكلنا كان عندنا أمل، وكلنا كان عندنا لما سمعت التشكيل من الأول البعض شاف إن مغربي المباراة تقيلة عليه. شفتوا مغربي عمل إزاي؟ لعب إزاي النهاردة؟ لكل اللي كانوا بينتقدوا بيتسو موسيماني خلال الفترة السابقة على كاس الربط مثلا، زيه زي محمد عبد المنعم مع المنتخب بالظبط في كل شيء. ادي عندك مغربي، عندك محمد عبد المنعم، عندك بقيه اللاعبين، مش عايز اقول اسماء. الظروف خدمته، هي دي الكوره. والكلام ده قاله الكابتن شريف عبد المنعم امبارح، هو والكابتن ماهر همام هم قاعدين هنا معايا، قالوا كده الكلام ده امبارح، قالوا ان احنا لعبنا زي كلنا لعبنا ازاي، ان اللاعب اللي بيلعب مكانك اتصاب او بقى مستواه قل، فاللعيب الصغير يطلع ياخد مكانه، ومغربي هيبقى ليه مكان، محمد عبد المنعم اصبح ليه مكان بعد 2 أو 3 سنين، اكرم توفيق قبلهم كان احمد ياسر ريان، وقبلهم كان احمد عبد القادر اللي حضراتكم شفتوه النهارده، ولما كان طالع الناس كلها، انا شايف الناس كلها كانت متضايقه ان احمد عبد القادر طالع، ولكن ميكيسوني نزل وادى ما عليه. كريم فؤاد اهو، ادي كريم فؤاد اللي بعض قال لك ده صفقه فاشله، انتوا جايبينه عشان تقعدوه وتعملوه. اديكوا شفتوا كريم فؤاد النهارده، واحد لعيب كبير زي محمد هاني. محمد هاني ده الحقيقه مثال للاعب الكبير الذي يتالق وبشده في مثل هذه المباريات، المباريات الثقيله اللي انت بتحتاج فيها محمد هاني، وانت جايبه من فتره قعده، كان قاعد الراجل ما بيلعبش، انت جايبه من الفتره دي وبتلعبه ماتش زي ده في ظل، لو ما كانش محمد هاني ده عنده ثقه في المجموعه اللي حواليه وثقه في نفسه ما كانش النهارده ادى بهذا الاداء. شايفين محمد هاني حط رجله في الكوره عملها شاطها جون، هدف رائع، هدف
رائع. من الواضح ان هو تخصص مونديال، شفناه المونديال اللي فات امام بايرن ميونخ، يعني قطع الاثنين اللي كانوا بيلعبوا عليه. فمحمد هاني الحقيقه بالنسبه لي برضو هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هم دول ابناء النادي الاهلي، هم دول قطاع الناشئين اللي بيطلعوا من النادي الاهلي. محمد هاني ده واحد من قطاع الناشئين اللي كان، او من نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ادي الهدف قدامكم، بصوا حضرتك الكره اتلعبت ازاي، وعلي معلول وجمال علي معلول ومحمد هاني وطى رجله لتحت كده وحط الكره. لا هدف رائع، هدف رائع الحقيقه. بجد تحيه كبيره جدا لمحمد هاني، لانه زي ما قلت لحضراتكم ان هو جاي من اخر الدنيا وادى مباراه اكثر من رائعه، اكثر من رائعه، هدف رائع. ويستحق الحقيقه محمد هاني ان هو يكون واحد من نجوم هذه المباراه، ويظل دائما محمد هاني واحد من النجوم المباريات اللي بيلعبها دائما. خلينا نطلع نشوف محمد هاني ماذا قال مع زميلنا امير هشام ونرجع نكمل مع حضراتكم. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء الفرحه الكبيره بعد الانتصار المهم وليس الاهم، لان لسه المشوار طويل في كاس العالم للانديه. خليني اخد واحد من يعني نجوم المباراه ونجم المباراه محمد هاني، او خلينا في هذه اللحظات نشوف اكرم توفيق نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وهو بيتواصل مع زمايله من لاعبي النادي الاهلي، فبالتالي اكيد فرحه كبيره. ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى معانا قريب، والله العظيم مفتقدينك وحياه ربنا. حبيبي اخويا والله ما تحرمش منك يا حبيبي، ربنا يخليك اخويا، ربنا يخليك حبيبي. هاني نجم المباراة الأول، على المستوى الشخصي أنا عمري ما ثقتي اتهزت فيك، لكن فترة كبيرة كان في انتقادات على محمد هاني، النهارده محمد هاني بيثبت والكأس العالم الثاني على التوالي مستوى أكثر من رائع، لعيب كبير، لعيب دولي. مبروك يا هاني. والله الحمد لله، يعني كل حاجة بتحصل بيبقى يعني احنا الحمد لله الفترة دي كلها اللعيبة دي كلها الفترة اللي فاتت بتتعب وبتشتغل وبتعمل اللي عليها، ودي أول فرصة حقيقية تيجي للعيبه دي كلها، هو الحمد لله الحمد لله. يعني المكسب ده ما بيجيش من فراغ، اللعيبه دي كلها تعبت، اللعيبه دي كلها كانت بتشتغل، اللعيبه دي كلها الفتره اللي فاتت كانت بتعمل اللي عليها والناس ما تعرفش ده. الحمد لله النهارده ربنا يعني اظهر كل ده قدام الناس وورى الناس قد ايه اللعيبه دي رجاله، وقد ايه اي حد يبقى موجود طالما انت لبست التيشيرت ده ولبست تيشيرت النادي الاهلي خلاص ما فيش حاجه اسمها حد ناقص، انت بتشتغل وبتعمل 100% بتاعتك والباقي بتاع ربنا الحمد لله. هاني ازاي اتعاملتوا نفسيا ومعنويا بعد كم الغيابات وكم الاصابات دي؟ هيأتوا نفسكم ازاي للمباراه؟ ما انا قلت لك احنا قعدنا مره واثنين وثلاثه لعيبه مع بعض، وانت كنت معانا في المعسكر وشايف التركيز عامل ازاي. احنا خلاص يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتهزرش، انت دخلت بطوله وبطوله قويه جدا والناس كلها عارفه الليفل ده عامل ازاي. كل اللعيبه خلاص احنا اتفقنا رجاله، ما فيش حاجه اسمها حد مش موجود، ده موجود. اللعيبه كلها اللي هتلعب وحتى اللي مش هتلعب، يعني النهارده مغربي لعب وكان راجل وكان حاجه تشرف، عشان خلاص كله بيمشي على نفس التراك، كله بيمشي على نفس نفس التفكير، عشان كده ربنا كافئنا كلنا وادانا المكسب ده الحمد لله. للناس ما تعرفوش ان خلال التدريبات كان محمد هاني هيلعب في لاعب مدافع في الثلاثه اللي ورا، بعد اصابه عمار فالفكر اتغير وبقى ظهير ايمن. ما تشتتش يا هاني؟ ما حسيتش ان انت كنت مركز فتره في التدريبات على مكان معين وفجاه بعد الاصابه دي قبل المباراه بيومين حصل تعديل؟ انت اتعاملت ازاي مع الموقف ده؟ لا يعني خلاص انت يعني الحمد لله بفضل الله انا بقالي فتره بلعب في النادي الاهلي، اتعودت على ده ان انت ممكن في اي وقت تلعب هنا في اي وقت تلعب اي مكان، لازم تأدي لازم تعمل 100% بتاعتك، وعشان كده ربنا بيكافئك الحمد لله. اغلى هدف بالنسبه لك؟ الحمد لله طبعا، يعني حاجه جميله طبعا. الف مليون مبروك انتوا ليه الجمهور الاهلي. يعني الواحد كان اكتر حاجه مفرحاه طبعا الاستاد مليان، ده حاجه جميله. الجمهور ده هو اللي بيخلي اللعيبه تتحرك، هو اللي بيخلي اللعيبه تطلع ال 100% بتاعتها، يعني الحمد لله. وطبعا يعني الف سلامه على عمار يعني اخويا، وان شاء الله والله احسن من الاول، عشان عمار ده شخصيه نظيفه جدا وراجل محترم جدا وقد اللي ربنا حطه في اختبار وهو قده، وان شاء الله ان شاء الله في اسرع وقت هتلاقوا عمار ده في الملعب باذن الله ان شاء الله.
هي دي الروح اللي حضراتكم شايفينها، هي دي اللي خلتنا نكسب هذه المباراة، هي دي الروح اللي ما بين اللاعبين اللي خلتنا، هي دي الروح اللي احنا بنشوفها بكرة إن شاء الله في مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب السنغال. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده الأسلوب اللي دايما بنشوفه داخل النادي الأهلي وبنحاول بعد كده نشوفه في كل حتة تانية. أنا ما عنديش مشكلة إن الكل يتعلم من النادي الأهلي، إن الكل يشوف اللي بيحصل في النادي الأهلي ويعرف قد إيه النجاحات بتبقى استراتيجية بيتم وضعها ويتم تنفيذها وبنفذها مهما حصل لغاية في النهاية ما الكل بيقف يسقف، الكل بيقف يسقف زي ما حضراتكم شايفين. وبالتالي من ضمن هذه الاستراتيجية الإعارات والدفع باللاعبين الناشئين. الإعارات واحد زي أحمد عبد القادر ده رجع لك مرة تانية، رجع لك مرة تانية بعد ما أنت شفته بيلعب في سموحة إزاي، رجعته مرة تانية وبقى أصبح واحد من النجوم اللي ممكن في أي وقت يلعب مع النادي الأهلي، وشفتوه النهاردة أدى أداء رائع جدا مع النادي الأهلي في مباراته أمام مونتريال المكسيكي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال أحمد عبد القادر بعد فوز مهم وكبير على مونتريال المكسيكي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. عبد القادر ألف مليون مبروك. مش عارف أوصف الإحساس، يمكن أول كأس عالم ليا وأول فوز كمان في كأس العالم في غيابات زي ما أنت شايف، قدرنا نعوض الغيابات دي وعملنا ماتش جامد جدا الحمد لله، ربنا وفقنا على مجهودنا وادانا وقدرنا نطلع بالمكسب الحمد لله. اصعب مراحل المباراه بالنسبه لكم، احنا عارفين ان مونتري فريق مكتمل جاي فول تيم، احنا ناقصنا بتاع حوالي 13 14 لعيب، لكن في نفس الوقت المباراه في ال 90 دقيقه، ايه اصعب اللحظات بالنسبه لكم؟ اصعب اللحظات يمكن اخر الدقائق، كله بيحاول يكمل الوقت بتاعه على اكمل وجه، فبالتالي بتحس ان في مجهود مضاعف شويه، اللعيبه في اخر الدقايق بتحس ان هي الباور والتركيز بتاعها بدا يقل شويه، فيمكن دي اصعب حاجه، كل ما بتوصل لاخر المباراه كل ما الصعوبات بتزيد، بس الحمد لله الدنيا بقت احسن في الاخر، قدرنا ان احنا نحافظ على المكسب والحمد لله، يعني اتمنى بس الاستمراريه ان شاء الله في الماتش اللي جاي باذن الله. هو ده المهم بقى، والسؤال اللي كنت عايز اسالك عليه، مباراه بالميراس مباراه مهمه جدا وبالنسبه لهم هتكون سائريه، احنا حققنا فوز ووصلنا قبل النهائي بس لسه ما حققناش الهدف بالنسبه لنا. يمكن انا قلتها ان شاء الله بقولها تاني، باذن الله باذن الله احنا لو ركزنا ومشينا زي ما احنا ماشيين كده ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله، يمكن اول كاس عالم انا متفائل ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله، نركز بس ونكمل على كده يعني ان شاء الله. مبروك عبد الله، يبارك فيك. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب لحضراتكم كل الحاجات اللي جات لنا من الامارات علشان تعرفوا قد ايه اللعيبه دي كانت مركزه فقط في هذه المباراه، وان شاء الله انتهت هذه المباراه وفزنا، المباراه اللي جايه حصل فيها واحد من نجوم المباراه ايضا كابتن حسين الشحات. خلينا نطلع نشوف برضو ماذا قال كابتن حسين الشحات مع زميلنا امير هشام ونرجع نكمل مع حضراتكم. لسه مستمرين طبعا. حسين الشحات مباراه كبيره، لعيب جامد وتقيل وماتش حلو قوي من حسين، ألف مليون مبروك يا حسين، ماتش كبير ومجهود كبير ذهنيا ونفسيا قبل المباراة وبدنيا في الملعب. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله طبعا، يعني اولا مبروك لنادي الاهلي ومبروك لجماهير نادي الاهلي العظيمه اللي دايما كانت ورانا، اللي ما كانتش شاكه اللي احنا يعني اللي احنا هنخسر خالص، لا كانت دايما بتشجعنا ودايما معانا، فبحب ابارك لهم وبقول لكم بقول لهم ان شاء الله ما تقلقوش اللي جاي احسن واحسن. طبعا مباراه كبيره، احنا كنا نازلين عندنا تحدي كبير، مش الغيابات بس، لا احنا عندنا اللي احنا المونتري يعني كانت كسبت الاهلي مرتين، فاحنا كنا عايزين نكسب المره دي، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، واللعيبه كلها كانت رجاله وكلها كان قلب على قلب بعض، فالحمد لله دي كانت اهم حاجه. يعني المباراه بشكلها بشكل عام ضيعنا كورتين ثلاثه في الماتش في اول مباراه، واحده ليك واحده لاحمد عبد القادر، رغم كده كان في تركيز ذهني مميز داخل الملعب لحد ما جه الهدف. الاستراتيجيه اللي كنتوا بتلعبوا بيها، التاكتكس اللي كان بيتكلم معاكم فيها مستر بيتسو موسيماني او كابتن سامي قمصان كمان. والله يعني بص انا عايز اقول لك، يعني احنا بنضيع بس كنا كلنا بنشجع بعض، كلنا بنقول ما فيش مشكله، يعني سواء انا ما ضيعت او سواء اي حد كان بيضيع كلنا كنا بنكلم بعض كويس، لا احنا ما تقلقش اللي جايه هتيجي مش مهم، خلاص ضيع خلاص ضيعنا ان شاء الله، اللي جايه احسن اللي جايه احسن، فالحمد لله دي كنا بنلعب عليها. وطبعا الاستراتيجيه كان كوتش طبعا في الاول قال لنا اضغطوا في الاول، هو كابتن سامي، بعد كده خلاص وقفوا بقى احنا نلعب احنا بقى لعبنا، فالحمد لله ده اللي احنا قدرنا نعمله، حتى الجول اللي احنا جبناه كنا متفقين ان احنا هنعمل كده، فالحمد لله ربنا كرمنا. كان يعني علي كان عاملها بالعرض بس اتردت لهاني بره، فالحمد لله يعني دي كان ربنا موفقنا فيها. يعني انت لعيب كبير، دورك مع اللعيبه الصغيره اللي كانت موجوده اللي لسه اول مره تشارك كاس عالم، حدث كبير قوي، وانت ثالث مره بتشارك في كاس عالم، مره مع العين ومرتين مع الاهلي، المره اللي فاتت يعني خدنا البرونزيه، المره دي هتجيب لنا ايه؟ وقلت برده ايه للعيبه؟ يعني باذن الله والله يعني دور اللعيبه كلها، كل الصغير كبير وكله، فالحمد لله كل اللعيبه موجوده كلها كبيره، مفيش حد صغير ومفيش كبير، كله بيلعب باسم تيشيرت النادي الاهلي، فدي حاجه كبيره. وطبعا يعني السنه دي ان شاء الله اتمنى ان انا احقق الذهبيه انا والرجاله كلها عشان خاطر اكون حققت الثلاث ميداليات بقى. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك.
طيب ده كان كابتن حسين الشحات زي ما حضراتكم شفتوا وهو بيهنئ جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله القادم يبقى افضل. هل احنا كده عملنا حاجه؟ لا، احنا مبسوطين بس وفرحانين ان احنا الفتره اللي فاتت كان في امور كثيره جدا جدا بتحصل، لكن النهارده كل حاجه رجعت لانصابها مره اخرى. كل الباقي الفتره القادمه ان شاء الله تبقى الامور افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز على مونتري المكسيكي؟ هنقول لحضراتكم، ولكن نطلع نشوف تقرير عن فوز النادي الاهلي في مباراه اليوم، وبعد كده نرجع نستقبل احمد ثابت وايمن جلبرتو زي ما قلت لحضراتكم هيقولوا لنا كيف استطاع بيتسو موسيماني والنادي الاهلي ان يفوز على مونتري المكسيكي بعد هذا التقرير وفاصل. وبعد الفاصل احمد ثابت وايمن جلبرتو. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام. انا هبدا يعني المفروض ابدا باليمين، بس انا هبدا بالشمال عشان انت المفروض كنت تقعد هنا. ايه اللي قعدك هنا؟ ايه اللي قعدك هنا النهارده؟ ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور، ربنا يخليك. سعداء بوجودك معانا. انا اسعد، الشرف ليا دايما. النهارده مبسوطين وفرحانين وسعداء بحاجات كتيره جدا، وعندنا كلام كتير جدا وشويه حاجات برضو هنقعد نقولها مع بعض، ولكن خلينا نروح لزميلنا امير هشام بطل اليوم النهارده الحقيقه. طبعا. يعني جايب لنا لقاءات جميله جدا من الامارات، والنهارده اليوم حلو فالدنيا ماشيه فرحه. ازيك يا امير؟ طبعا يوم حلو يا كابتن اسلام، الحمد لله. تحياتي ليك، تحياتي لضيوفك، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يوم مفرح، بس خليني في البدايه بس أعزي الشعب المغربي والأمة العربية كلها في وفاة الطفل ريان، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. والناس يعني كلها كانت متابعة الموضوع هنا في البعثة، ربنا يرحمه إن شاء الله، خالص تعازينا للأمة العربية كلها. دي أول حاجة. تاني حاجة، المجهود اللي احنا عاملينه يا كابتن إسلام، ممكن أكون أنا اللي بظهر بس، لكن في ناس بتتعب جدا جدا، زمايلي معايا وأنت عارف كده كويس طبعا وعارفهم كويس جدا، زميلي العزيز مخرج قناة الأهلي محمد الدكروري، وزميلي العزيز كمان محمد عويضة مدير التصوير، فبصراحة عاملين مجهود كبير جدا جدا على مدار الأيام السابقة. في كل الأحوال فرحة كبيرة، فرحة كبيرة جدا فعلا، لأن فعلا يا كابتن إسلام الأهلي بمن حضر، ما كناش يعني أغلبية المتابعين ومحبي النادي الأهلي كان عندهم ثقة في الفرقة وعندهم آمال وطموحات كبيرة جدا جدا، لكن كنا عارفين إن في ظروف صعبة، كل الناس كانت عارفة إن في ظروف صعبة، فكان من المتوقع أو النسب كانت أكبر إن ممكن الأهلي لا قدر الله كان يتعرض لهزيمة، لكن فعلا الأهلي عنده لعيبة رجالة، أيا كان مين اللي بيلعب، أيا كان مين اللي بيلبس تيشيرت النادي الأهلي، فهو قد التيشيرت ده، أي لعيب موجود من الموجودين هم موجودين عشان هم لعيبة كويسة. هما موجودين عشان هما يستاهلوا يبقوا موجودين جوه النادي الاهلي، وهو ده الكلام اللي كان بيتقال لهم قبل الماتشات، قبل اي ماتش، وبالتحديد الماتش ده بتاع مونتيري. لكن الاهم كمان يا كابتن اسلام، خليني اقول لك ان بعد ما الماتش خلص الكلام كنا بنحتفل مع اللعيبه وسجلنا مع تقريبا الفريق كله، لكن في اخر كل تسجيل او بعد ما بنخلص كله بيقول يا جماعه احنا لسه ما حققناش حاجه، احنا وصلنا لمرحله احنا وصلنا لها قبل كده، طبيعي حتى لو خدنا، لو خسرنا الماتش الجاي وخدنا البرونزيه، طب ما احنا خدناها قبل كده، لا احنا عايزين نوصل للابعد، احنا عايزين نوصل للنهائي، احنا عايزين على اقل تقدير نجيب الميداليه الفضيه. فبالتالي هو ده التفكير، هي دي الثقافه وهي دي العقليه اللي بيفكروا بيها حتى بعد الفوز. فرحه كبيره واجواء اكثر من رائعه كابتن اسلام، والاهم من كده بصراحه بقى كابتن اسلام ان انا وشي حلو على الفرقه، يعني كل ما بسافر معاهم الحمد لله بنكسب، يعني الا نادرا، يعني نادرا نادرا جدا، لكن فالحمد لله يا رب تكمل على خير، تكمل على خير ان شاء الله باذن الله، ونفرح اكتر نفرح اكتر بمنتخبنا بكره يا رب. ربنا يديك الصحه طبعا يا رب. ربنا يستر. لا ما مش عايزين كده، لان خلي بالك ممكن ما اعرفش ارجع مصر تطلع عينه ايجابيه ولا حاجه، تبقى مشكله. ان شاء الله خير، كلنا يبقى سلام يا رب ان شاء الله. في كل الاحوال يعني خليني اقول لك ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه او الايام اللي جايه، بالمناسبه بكره مران الاهلي الصبح، يعني تجمع في الفندق هيبقى الساعه 11:30 بتوقيت ابو ظبي، ومران الساعه 12. أيوة. مران هيبقى كله استشفائي، ومران هيبقى اكيد يعني استشفاء بعد المباراه، ومجهود كبير جدا اتعمل النهارده. عايز اكمل بس حضرتك جزئيه. فضل. احنا فرحانين جدا، وان شاء الله نتمنى ان الفرحه تبقى اكبر واكبر بمنتخبنا بكره، وتبقى اكبر واكبر واكبر بالفوز في مباراه نصف النهائي امام بالميراس
استمراره هذه المباراه المهمه عشان يبقى بخت جمهور الاهلي اللي بيفرح بناديه وبمنتخب بلاده كمان. فان شاء الله باذن الله الفرحه تبقى فرحتين يا كابتن اسلام. لو في اي استفسار انا معاك اتفضل. لا انا بس كنت حابب ان انت ان احنا نقفل معاك اليوم النهارده كالعاده. الحقيقه الكواليس كانت معانا طبعا طول الوقت ولسه معانا لقاءات انت كنت واخدها من ارض الملعب لسه هنوريها لجمهور النادي الاهلي من خلال برنامج الاهلي في المونديال. وبالتالي اعتقد ان كل اللاعبين دلوقتي كل واحد في اوضته او يعني طلعوا يريحوا بقى خلاص بعد المجهود الكبير طبعًا اللي اتعمل النهارده. وزي ما قلت بقى من بكره يبقى يوم جديد وكالعاده هيكون يوم جديد وامير هشام بكره هيبدا معانا بشكل اخر ان شاء الله. صح ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وكل التوفيق للنادي الاهلي طبعا طبعا طبعا. طيب. ده امر مؤكد واي تفصيله صغيره جوه المعسكر هتلاقيها على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال برنامجك كابتن اسلام مختلف برامج القناه طبعا. وان شاء الله باذن الله نفرح اكتر واكتر برجالتنا دول وباذن الله كمان لما لعيبه المنتخب ترجع بعد الفوز باذن الله بكاس افريقيا بكره يرجعوا لنا باضافه قويه للفريق باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا امير هشام من الامارات. الحقيقه زي ما حضراتكم عارفين بعثة كاملة متواجدة سواء أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي في الإمارات مع بعثة النادي الأهلي أيضا زمايلنا الحقيقة محمد الدكروري وعويضة الاثنين الحقيقة برضو عاملين شغل رائع سواء كمخرج أو كمصور مع أمير هشام. عاملين زي ما حضراتكم شايفين كده عاملين شغل رائع جدا. كل حاجة بتحصل بنحاول نجيبها لكم أولا بأول. طيب خلينا نروح للنجم الكبير وواحد من مشجعي الأهلي الدرجة العشرة. لو في حاجة اسمها درجة عشرة يبقى هو ده من مشجعي الدرجة العشرة النجم الكبير بيومي فؤاد. يا نجم حبيبي مساء الفل. مساء الجمال والعسل وكل حاجة حلوة. أنا لسه شايفك على في الإعلان بتاع البريد مقضيها إعلانات بريد حبيبي شغل جميل جدا يعني. حي ربنا يبارك فيك. ألف مبروك يا أستاذنا. الله يبارك فيك. مبسوط؟ مبسوط. كان في رجاله في الكاميرون ففي رجاله قوي في الامارات. الله عليك الله عليك. يعني اقسم بالله العظيم اقسم بالله الرجاله ديت مع احترام الموسيماني ومع احترام كل الاجهزه الفنيه ومع احترام لكل الناس اللي بيعملوا الرجاله دي رجاله الخطيب. الله العظيم رجاله محمود الخطيب. طبعا طبعا رجاله النادي الاهلي وكابتن خطيب ومجلس الاداره وكل الناس. وفعلا فعلا هي مش جمله يا جماعه. الاهلي فعلا بمنحدر. فعلا يعني لما يبقى فريق كبير زي النادي الاهلي في سبعه قاعدين على الدكه فيهم اربعه مش عارفينهم. انا الاهلاوي بقالي 50 سنه مش عارفهم. ايوه. وشويه يعني مش هقول عيال صغيره دول رجاله والله العظيم الله اكبر عليهم. الاهلي كان عظيم. استاذ بيومي كنت النهارده كان عظيم. كنت قلقان قبل الماتش؟ جدا. انا كنت بدعي ربنا نخرج مغلوبين واحد ولا اثنين ما نخرجش بفضيحه. جدا. واي حد في الدنيا كان في ناس بتقول هنكسب والكلام ده بس اي حساباتك يا فندم. اكسب ازاي مع فرقه زي دي كامله العدد؟ اكسب ازاي بالمنطق ازاي؟ الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. اتفرجت على الماتش كنت شايف فرقتنا عامله ازاي؟ يعني احنا كسبنا سيبك من المكسب ولكن انا بتكلم في الملعب. اصل يا جماعه بس اللي ما يعرفش بيومي فؤاد، بيومي فؤاد بيفهم في التحليل والحاجات دي احسن من ناس كتيره جدا 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 بتشوفها والله العظيم بجد. يا حبيبي ربنا يبارك لك. انا قعدت معاه تقريبا فتره طويله جدا واحنا في روسيا الفتره كلها بيقول لي هيحصل كذا يحصل كذا. والله بجد يا ايمن يا ثابت مش ممكن فظيع. بسم الله ما شاء الله عليه. جميل حبيبي جميل. بعيدا عن ان احنا كسبنا وربنا كرمنا، الفرقه في الملعب شفتها ازاي؟ الانتشار الجميل ده. الروح الجميله دي. انا كنت حاسس النهارده ان احنا وكاننا بنلعب 18 وهم 11. ايوه. الولاد في كل مكان ده. ايه طاهر وحلاوته ده؟ ايه وليد سليمان وفعلا قائد زي ما نزل؟ ايه اللعيبه النهارده وعظمتها دي؟ مغربي إيه الولد الصغير ده الولد اللي نزل اللي بيقول عليه جوكر ده وجماله. كريم فؤاد. كريم فؤاد. ايه العظمه دي؟ حتى الولد اللي اتعور النهارده وخرج ده مغربي. مغربي محمد مغربي. ايه الحلاوه اقسم بالله. كل واحد نازل فاهم وموسيماني مفتح ومبرع عيني وفاهم وعلي لطفي وكانه سيناريو معروف ان هنطلع درون في الشوط الاولاني. انا في ما بين الشوطين كتبت طب انت عظيم يا اهلي واحنا 0-0. ايوه. اللي هو انا لغايه دلوقتي 0-0 مش مصدق.
كتبت كما انت عظيم يا اهلي اقسم بالله على الفيسبوك. اه واحنا 0-0 يا اسلام. وعلي لطفي ايه رايك فيه؟ الله الله اكبر عليك يا ابني. اه الله اكبر عليك يا علي والله العظيم. صحيح اللي هم اتحطوا بقى في الشدائد زي ما بيتقال. يا نبقى رجاله واخد بالك يا اما ما نستحقش نلبسها زي ما بيتقال. صح. في فرق كبير يا استاذنا ما بين فنيله النادي الاهلي واي فنيله تاني. طبعا. اه طبعا. فرق كان واضح النهارده. طبعا. فعلا فرق كان واضح والله العظيم. لعبت كانت حلوه قوي. كان في احساس جامد جدا بان هنجيب التاني. اه كان ممكن والله بس الحمد لله ان الماتش بتاعنا. كان في ثقه عند الاولاد بشكل فظيع. لدرجه ان انا ما اهتمتش. انا كان في كنت فاكر الماتش الثاني الاربعاء فقلت باذن المولى الرجاله تلحق تخرج من الكاميرون على الامارات. ايوه لا الماتش الثلاث ان شاء الله. ده الماتش الثلاث واحتمال ما يلحقوش. ما يلحقوش. هنسقف للمجموعه دي لو لا قدر الله الماتش اللي جاي، يعني هنبقى نتكلم عنه، ولكن الماتش اللي جاي ده حتى لو لا قدر الله حصل فيه حاجه هنسقف للمجموعه اللي موجوده. طبعا. طبعا. اصل في فرق كبير جدا يا فندم ما بين ان انا يبقى مثلا ناقصني لاعب ولا ناقصني اثنين وناقصني فرقه. 14 لاعب. يعني اللي بيحصل في الاهلي ده ما بيحصلش في اي فرقه في العالم والمصحف. دي حقيقه. دي حقيقة. والله ما بيحصل. ده انا اي لاعب بينزل ويقع من لعيبه الاهلي في المنتخب ولا الكلام ده بحط ايد على قلبي، قوم يا ابني ابوس ايدك. هنعمل ايه؟ ايوه لدرجه ان انا بكلم الكابتن احمد شوبير وقلت له انا حاسس لو سافرت الامارات دلوقتي هلعب مع الاهلي. اول مصحف. قال له هتجيب منين يا عيني؟ هتجيب منين؟ نعمل ايه تاني؟ الموضوع بقى صعب جدا، ولكن تعنت من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وكاس العالم للانديه، تعنت في التواريخ. استاذ بيومي وشوف عظمه الخطيب هنروح. بقول لك ايه، سيناريوهات كانت بتتعمل الفتره اللي فاتت مش عايز اقول لك عامله ازاي. انت فاهم طبعا لما يعني انت فاهم طبعا اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، كلهم كانوا رايحين في اتجاه عايزين ازاي يوقعوا هذا النادي الكبير العريق علشان نبتدي نشتغل. بالظبط كده. بالظبط كده. بكره ان شاء الله مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب السنغال، ايه رايك؟ فرحنا يا رب. يا رب فرحنا. فرحنا يا رب. الماتش صعب. طبعا الولاد تعبانين قوي يا عيني. ماتش صعب. الولاد تعبانين قوي يا عيني، كان الله في عونهم. وكل الماتشات 120 دقيقه. ربنا يكرمنا يعني يا رب بكره ان شاء الله. اخيرا قدر تعبنا ربنا بيدي قدر تعبنا يا رب. استاذ بيومي اخيرا لو عايز تقول رساله لجمهور الاهلي اللي في الامارات وللاعيبه النادي الاهلي والكابتن خطيب طبعا. افخروا بهذا النادي. اللهم لك الحمد على نعمه الاهلي. اللهم لك الحمد على نعمة الأهلي. أنا بشكرك جدا 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 يا نجم على وجودك معانا. ربنا يبارك فيك. وسعيد جدا وببقى مبسوط لما بسمع صوتك والله. ليا الشرف حبيبي، تحت أمرك في أي وقت. متشكرين جدا يا أستاذ بيومي، النجم الكبير بيومي فؤاد مهنئا النادي الأهلي. وأعتقد إن النهارده الناس كلها مبسوطة، الناس كلها سعيدة، لأنه زي ما بيومي قال إن الموضوع كان ما قبل المباراة قلق كبير جدا، ولكن ما بعد المباراة قد ايه النادي الاهلي بمن حضر فعلا طبعاً. يعني اتضح ان في بعض المقولات الفشنك زي ما بنقول، اللي هي مقوله ايه، ليس كل ما يعرف يقال. عارفين المقوله دي؟ معلش احنا جايين نقول المقوله دي عامله لي هس في دماغي. احنا جايين نقول النهارده اللي ما المفروض يقال بقى. المفروض يقال بقى. فيعني في حاجات بتطلع فشنك وفي حاجات بتطلع كويس. المفروض مقوله الاهلي بمن حضر دي تدرس في المناهج بصراحه. بعد اللي بيحصل ده، دي واحدة من المباريات التاريخية اللي هتبقى دليل على عظمة النادي الأهلي وروح النادي الأهلي. يمكن أنا كنت امبارح مع حضرتك قلت لحضرتك محتاجين حاجتين في المباراة دي. محتاجين تنظيم من المدرب، وده اللي حصل، إن المدرب يكون منظم، وروح من اللعيبة. وكان في حاجة ثالثة أهم كمان، وهي روح الجمهور. الجمهور بصراحة، جمهور الأهلي النهاردة في الماتش عملوا دور مهم جدا. كفايه ان هم ملوا الاستاد على الآخر. أنت النهاردة غايب عنك 14 لاعب، يعني 14 لاعب مين؟ محمد الشناوي، بدر بنون، ايمن اشرف، اكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السليه، بيرسي تاو، حسام حسن، محمد شريف، عمار حمدي، صلاح محسن، محمد محمود، محمود متولي، واخيرا محمد عبد المنعم. 14 لاعب غايبين عن النادي الاهلي النهارده، وبتكسب وبتلعب بالروح دي وبتكسب مونتيري المكسيكي. يعني انا شايف برضو ان فرقه مونتيري
نزلت مستسهله الماتش. الاخبار هم تاريخيا التاريخ بتاعهم اعلى مننا علينا، فهم نازلين ان احنا هنكسب، خاصه ان هم عرفوا طبعا ان في غيابات في النادي الاهلي. صح. النهارده كمان في الملعب في ثلاثة بس اساسيين في التشكيل الاساسي اللي هم لعبوا مثلا اكتر من 5 مباريات على مدار الموسم، اللي هو علي معلول، أفشة، أليو ديانج، ثلاثة بس. الباقي كله بيلعب بعض الوقت، بيلعب ماتش لا، لكن اساسيين ثلاثة بس في التشكيل الاساسي. أيوه. للنادي الاهلي النهارده. فدي حاجه بصراحه فعلا المستحيل ليس اهلاوي. مظبوط، المستحيل ليس اهلاوي. كابتن اسلام ايمن، النهارده برضو فوز النادي الاهلي اعتقد ان هو فرح ناس كتير، ولكن من الناحيه الفنيه كان هناك شغل جيد جدا معمول. ده كرم من عند ربنا اللي حصل. زي ما حضرتك قلت، في ناس كانت مستنيه اللحظه دي فعلا، ان هم ازاي الاهلي هيتعامل، ولو ما تعاملش ازاي هيقع، ولو وقع هم هيعملوا ايه. الناحيه الفنيه الحمد لله، ان دايما لما بنقول في الكره في تفاصيل، وحضرتك كنت لاعب واكيد عارف طبعا ان التوفيق لما بيجي بيجي عشان انت بتشتغل وبتجتهد. مظبوط. المدرب اشتغل بشكل كبير كويس على كل التفاصيل، رغم الصعوبات اللي كانت قبل المباراه وكل اللي ما كان يصار حوله وحول الفريق. أي. اللعيبه نفسها كان عندها روح. بالتاكيد في بعض الاوقات او في بعض المباريات اللعيبه ممكن ما يبقاش عندها توفيق، ممكن يبقى في لعيبه في غير مستوى، ولكن النهارده الحمد لله ان كل حاجه كانت ماشيه بشكل ايجابي على المستوى الفني. لعبنا على كل التفاصيل وكل الاخطاء بتاعه مونتري النهارده، التفصيله بتاعه الهجمات المرتده وازاي الاهلي بينفذها. اعتقد لو كان بس في سن التركيز مش قلق، كان ممكن الاهلي يطلع كسبان باكتر من هدف. في ارقام جميله اتحققت كمان، بنتكلم النهارده ان الاهلي لاول مره بنلعب 2 كاس عالم ورا بعض نكسب في اول ماتشين. 2005 كنا خسرنا اول مباراه، في 2006 كسبنا، في 2012 كنا كسبنا اول مباراه بس في 2013 للاسف خسرنا. المره دي في 2020 زي ما بيقولوا 2020 و2021 كسبنا هنا الافتتاح وهنا الافتتاح. موسيماني بيعمل ده تقريبا ماتش رقم 3 كلين شيت من 4 لعبهم مع الاهلي في كاس العالم للانديه. الماتش الوحيد اللي خرجناه مش كلين شيت كان قدام بايرن ميونخ. فالنهارده دي كلها حاجات مكتسبات للنادي الاهلي، الفريق من اكثر الفرق مشاركه في البطوله واكثر فريق افريقي شارك في البطوله. 4 سيمي فاينل للنادي الاهلي من اصل 7 في وجود افريقيا. نتمنى بقى نكسر حاجز السيمي فاينل. مازيمبي الفريق الافريقي الوحيد اللي هو كبطل دوري ابطال افريقيا يوصل فاينل. الرجاء لما وصل هو كان بيلعب بصفته منظم البطوله. أيوة صح. فان شاء الله النادي الاهلي يكسر الحته دي. الاهلي يكسر الحته دي. مركز في الاحتفالات. كلنا فرحانين النهارده، الفرحه فرحه كبيره لان ظروف المباراه كانت صعبه، ولكن دايما النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي لما بيتحطوا في مواقف صعبه وبيبقوا مركزين النتيجة بتكون كرم كبير من عند ربنا. طيب خليني أقول لحضراتكم أن الأهلي بينعي الطفل ريان. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية المختلفة ينعون ببالغ الحزن والأسى الطفل ريان الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الكريمة وذوي الصبر والسلوان. ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا دي كانت تعزية النادي الأهلي للطفل ريان. أنا عارف أن أنتم النهاردة عندكم كلام كتير جدا فيما يخص النواحي الفنية، بس عشان تقوموا بقى على الشاشة ونشوف اللي بيحصل، عايز أشوف أو خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ بعد الفوز في هذه المباراة. نطلع نشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ، وبعد كده نرجع بقى نكمل الشغل التكتيكي على شاشة الأهلي في المونديال. كان لينا حاجه عند مونتيري وجبناها. كان لنا حاجتين. حاجتين صح، بس جبنا حاجه منهم. 2012 و2013 لعبناهم سنتين ورا بعض ولاد اللذين. طبعا جايين لنا كمان باحداث صعبه مش سهله، احداث احنا فيها يعني طبعا ناقصين العدد، احنا عندنا 10 لعيبه عدد كبير مش قليل يعني، لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء، الحمد لله على شخصيه اللعيبه اللي موجوده، الحمد لله على تركيزهم وانضباطهم، الحمد لله على اصرارهم ومعرفتهم قيمه التيشيرت بتاعهم يعني. لكن الحمد لله رب العالمين زي ما بقول كده، بس عندنا لسه
عندنا ان شاء الرحمن لعيبه المنتخب يفرحوا مصر بكره كلها باذن الله ويرجعوا بكاس البطوله ان شاء الرحمن، وبعد كده هينضموا لينا ان شاء الله بعد بكره باذن الله تعالى. وبعدين عندنا مع بالميراس لقاء قبل نهائي، يا رب نكون موفقين، نامل يا رب ان شاء الله الرحمن ان احنا نسعد جماهير الكره المصريه وخصوصا كل الجماهير الاهلاويه ان احنا نرجع بخطوه او نرجع بحاجه ما اتحققتش قبل كده في كل المشاركات السابقه. كابتن سيد عملتوا كده ازاي؟ يعني الظروف صعبه، دور كبير جدا عليك، خبرات عظيمه، دور اداري كمان مهم، ازاي عملتوا كده وقدرتوا ان انتوا تعدوا ماتش صعب زي مونتيري بغياب اكتر من 10 لعيبه كمان؟ في الحالات اللي زي كده ما عندكش غير حالتين، الحالتين دول هم اللي يديلك التفوق، ان انت تكون مركز جامد جدا وان انت روحك تكون موجوده. الروح دي بتيجي من الدوافع، يعني عشان تعمل حاجه كويسه باصرار وعزيمه وقتال من اول ثانيه لاخر ثانيه زي ما انت شفت النهارده بكل اللي بينزل بكل اللي بيطلع كله عند نفس الروح، لازم يبقى عندك الدوافع اللي تساعدك على كده. الدوافع دي بتيجي من الاحداث كانت موجوده، النواقص، المسؤوليه اللي عملوها دور وليد سليمان وعلي معلول ورامي، رامي النهارده رائع جدا، طاهر ممتاز جدا، كل اللعيبه، علي معلول قدم مباراه رائعه، ياسر وكريم ومحمد هاني عالمي يعني بيتواجد في المونديال بشكل رائع جدا لانه لعيب عالمي، في نص الملعب ديانج وقفشه، قفشه كمان له دور جامد جدا النهارده، يمكن الحته الهجوميه على سن ان هو بيلعب النهارده 8، الباص هو اللي عامله، محمد هاني هو اللي بدا الجون، هو اللي بداه في ثلث الملعب بتاعنا الاخير وهو اللي ناهيه، وقفشه اللي عامل الباص بمنتهى المهاره لعلي معلول، وعلي عملها بشكل رائع وهاني مكملها. وقدامك بقى عندك يعني حسين الشحات ممتاز جدا، كنت اتمنى يجيب الجون اللي جاي لكن ربنا يمكن شايلها له ان شاء الله في 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 في, في المباراه اللي جايه. طاهر محمد طاهر واحد من نجوم الفريق طبعا النهارده، احمد عبد القادر ولويس لما نزل، كريم فؤاد عامل دور ممتاز، مغربي يعني مغربي، انا قلت له قبل اللقاء قلت له انت ما بتلعبش عشان احنا ناقصين، احنا بتلعب عشان احنا واثقين فيك، عشان انت لعيب كويس، يعني ما تخافش من اي حاجه خالص، انت لعيب كويس وهتبقى لعيب ممتاز ان شاء الله الرحمن. كل دول قدموا وليد سليمان طبعا يعني حاجه تدعو للفخر يعني الحمد لله. انا قلت احمد عبد القادر كله ان شاء الله الرحمن، خلينا بس نقفل الصفحه دي النهارده ان شاء الله، بكره عندنا ريكفري الصبح وبعدين هنتغدى ونشوف هنتفرج على الماتش فين بتاع النهائي ان شاء الله. الناس كتير شككت في مقوله الاهلي بمن حضر، قال لك بقى لا المره دي صعبه بقى، ده غياب 10 12 لعيبه عن الفرقه فالامور صعبه، لكن المقوله فعلا حقيقيه يا كابتن سيد. طيب خلي بالك في لعيب كمان له دور كبير جدا النهارده، جدا جمهور النادي الاهلي، يعني ان ما كانش رقم واحد والنجم الاول للقاء، يعني انت غايب عنك النهارده 10 لعيبه دوليه، عارف يعني ايه مش لعيبه عاديه، 10 لعيبه دوليه، وصلاح محسن قبلها بفتره غايب ان شاء الله الرحمن لما نرجع يبقى بشكل كويس، ما هو ب 10 بدري بنون، انت عندك 7 لعيبه منتخب، 7 يعني اكرم توفيق طبعا، عندك محمد عبد المنعم، عندك ايمن اشرف، عندك محمد الشناوي، عندك عمرو السلي، عندك حمدي فتحي، عندك محمد شريف، عندك بيرسيتا، وعندك بدري بنون، عندك حسام حسن، فانت بتتكلم عندك صلاح محسن، بتتكلم في 10 لعيب او 11 لعيب كلهم يعني ممكن يلعبوا النهارده ال 11 دول وما تحسش بحاجه يعني، لكن زي ما انا قلت يعني دايما في الاخر انت عشان تبقى بتدي دوافع ممكن تتكلم كلام كبير وتتكلم كلام مهم، لكن المتلقي نفسه يبقى عايز ولا مش عايز، المتلقي كان هو اللعيبه كانوا عارفين كويس قوي المسؤوليه اللي عليهم، ومن قبل ما نتحرك على فكره يعني انا طلبت من وليد سليمان طلب ممكن هو يبقى يقوله، يعني من قبل ما نركب الاتوبيس واحنا طالعين على المطار، يعني كنا في الاوتيل الاول وبعد كده هنركب الاتوبيس، قلت له قول لهم كده، قول لهم قول للعيبه كده، قول لهم احنا اللي هنكمل، احنا اللي موجودين، احنا رايحين شايلين مسؤوليه واسم كبير اسمه النادي الاهلي، ايا كانت الوشوش اللي قدامي هي بتلعب في النادي الاهلي، ولما تلعب في النادي الاهلي تساوي ان انت لازم تكون لعيب كبير، لان انت بتلعب في نادي كبير، الاسطوره والنجوميه ما بتتبنيش ابدا غير في الماتشات الكبيره والبطولات الكبيره يعني. قلت كلمه مهمه جدا وهو خلاص التحضيرات اللي جايه مباراه بالميرس، لكن انا عندي سؤال اهم في الحقيقه كابتن سيد، ان شاء الله باذن الله المنتخب ربنا يوفقه بكره ونكسب البطوله منتخب مصر. التنسيق مع لعيبه الاهلي الدوليين هيرجعوا امتى ان شاء الله؟ هل تحضرات امبارح كلمت الشناوي وقلت له خليك فاتح تليفونك على طول بعد المباراه مباشره ان شاء الله الرحمن باذن الله يكونوا متواجدين هم كمان بالبطوله، كلمت عمرو السليه متواصل مع المجموعه كلها سواء كان ايمن او حمدي او اكرم طبعا لسه بيكلمني من شويه، محمد شريف كلمته المره اللي فاتت كمان وقلت له يمكن ربنا شايل لك حاجه طبعا كويسه بالتاكيد، يعني خلينا بس ننتظر بكره باذن الله، احنا محضرين على جزئين يعني هنشوف هيجوا الساعه كام يوم الاثنين باذن الله تعالى، لكن بعد الماتش مباشره هيبقى في كلام بيني وبين محمد الشناوي وعمرو السلي. عوده مستر بيتسو موسيماني وتواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده اكيد كلام كتير جدا حصل في الكواليس.
بص زي ما قلت لك كل واحد له دور في المنظومه. احنا بنتكلم في النادي الاهلي، بتتكلم في النادي الاهلي كل واحد له الاختصاص وكل واحد له دوره، كله عمله على اكمل وجه، سواء كان الجهاز الفني النهارده حتى الصعوبات اللي هات لنا عمار حمدي ربنا يشفيه ويعافيه لحد اول امبارح كان حاسس يا عيني، يعني هو كان حاسس كان والله كان لك كان لا بيتكلم حتى مع الدكاتره ان هو يعني خلاص الماتش قرب خايف يتعور قبل الماتش عشان يعني بس هو كان خايف من السمانه فجت في الرباط الصليبي، لكن الحمد لله على كل شيء. عمار حمدي غيابه كمان ما يعني انت بتتكلم في ال 12 لعيبه او 13 لعيبه او 14 لعيب اللي غايبين دول، لكن كل واحد له دور، رئيس النادي له دور، كابتن محمود الخطيب بالتاكيد حتى المجموعه اللي كانت موجوده هنا كلهم بيتكلموا بال بال بلهجه واحده وتون واحد، احنا النادي الاهلي واثقين فيكم على قد المسؤوليه، سواء كان المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه او كابتن حسام غالي او الاستاذ طارق قنديل، حتى المجموعه اللي ما جاتش اكيد نفس الاحساس ونفس الروح عندهم، هو هي احساس كبيره جدا، احساس كبير جدا متواصل. الجمهور اللي انا قلت لك عليه، جمهور الاهلاوي، الجمهور المصري، الجمهور الاماراتي نفسه اللي كان موجود وهو بيقول لك لا يعني انا واحنا خارجين بين الشوطين واحد من المنظمين والله او واحد من الناس الموجودين في الاستاد بيقول لي هنكسب، هو اماراتي بيقول لي هنكسب، يعني انا بشكرهم جامد جدا لان انا ما حسيتش او بحس في لحظه واحده او في يوم واحد ان انا ما بلعبش في مصر. بالفعل كل الجمهور المصري والجمهور الاماراتي يستحق كل التحيه زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال، كلام مهم جدا جدا وله معاني كثيره جدا. نسمع كمان مره ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ، مش دلوقتي بعد ما نخلص طبعا، اسمعوه على السوشيال ميديا لانه مهم جدا تعرفوا قد ايه الدور اللي بيتعمل من كل واحد علشان يستطيع النادي الاهلي يعمل اللي حصل النهارده اللي حضراتكم شفتوه. من الناحيه ده من ناحيه الكلام، من الناحيه الفنيه نروح لاحمد ثابت وجيلبرتو يقولوا لنا جيلبرتو ده اسم عزيز عليا قوي، انا كنت بحب جيلبرتو جدا جدا والله اسمه سبب سعدي والله نعم سبب سعدي في المجال ده الاسم ده. هنروح لثابت وايمن جيلبرتو اول يقولوا لنا كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز سواء من ناحيه الدفاعيه الهجوميه تحليل الهدف كل حاجه. اتفضل. اول حاجه بيتسو موسيماني طبعا عنده 3 كلين شيت في كاس العالم للانديه من 4 مباريات فدي برده بتاكد ان المدرب ده منظم جدا جدا تكتيكيا. النهارده هو اتبع ايه؟ طبعا هو عنده 14 لاعب غايب، فزي ما قلنا امبارح هو اتبع ان انا هلعب هضغط لو بلوك وهعتمد على الهجمات، طبعا دفاع منطقه كل الفريق في وسط الملعب ويعتمد على الهجمات المرتده من خلال تحديدا الجبهه اليمين بتاعتهم اللي هي المساحه في ظهر الظهير الايمن اللي بيتحرك فيها علي معلول والمساحات بصفه عامه ورا الظهيرين. تعال نشوف اول لعبه معانا النادي الاهلي كان بيتمركز ازاي؟ بطريقه 5-4-1. نعم. طبعا لما بيرتد الجناح بيرجعوا بالشكل ده، بص ده احمد عبد القادر، قفشه، أليو ديانج، حسين الشحات، دول الأربعة بتوع وسط الملعب، قدام طاهر، محمد طاهر، والخمسة اللي ورا محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد مغربي ومعلول. ليه هو استخدم طبعا يعني استخدم برضو محمد مغربي وعلي معلول؟ المفاجأة كانت في الدفع بمحمد مغربي عشان يقفل الجبهة القوية اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت ماكسيميليانو ميزة، الجبهة اليمين القوية بتاعت مونتيري، فهو حب يستخدم محمد مغربي عشان طبعا نادي علي معلول اهو ووراه محمد مغربي عشان يقفلوا الجبهه اليمين القويه بتاعه مونتيري المكسيكي. ده طبعا حاله مهمه جدا. تعالى برضو في حاله تانية نكمل ده 5-4-1، ادي الشكل اهو بتاع النادي الاهلي نفس الشكل 5-4-1 برضو، وادي طاهر محمد طاهر كل الفرقه في وسط ملعبها وبنعتمد على الهجمه المرتده، والتنظيم الجيد ده واحد من اسباب او من الاسباب اللي ادت للنتيجه دي. التنظيم الهجومي بقى طبعا يعني زي ما بنقول ان بيتسو موسيماني قدر ان هو يلعب على التفصيله بتاعه الهجمات المرتده بشكل جميل جدا، والنادي الاهلي كان بس بحته تركيز بسيطه جدا كان نقدر ان ممكن نسجل مبكرا يعني اكثر من هدف. يمكن احنا اخترنا حاله اللي هي في الدقيقه الثالثه بتاعه حسين الشحات، كانت هجمه برده مرتده جيده جدا. حسين الشحات كمان اصرار ان هو رغم ان هو كعبل لكن لما الكره تحت رجله والحكم اداله الادفانتج قدر ان هو يستحوذ على الكره ويديها لاحمد عبد القادر. طبعا احمد عبد القادر كان يقدر هنا يبقى عنده تصرف افضل لو كان يعني بص على طول على طاهر ولعب له الوان باس على طول، كان ممكن طاهر يبقى في وضع افضل للتهديف. كان في هجمه كمان في الدقيقه 37 بنتكلم فيها بتاعه كانت لحسين الشحات، كان حسين الشحات هو اللي منطلق وطاهر محمد طاهر لعبها له
باسنج، ولكن كانت مشكله حسين الشحات ان هو لما استلم الكوره اللي بره قوي في الحته دي، بدل ما يخش بيها كان ممكن لو دخل بيها يا اما ياخد ضربه جزاء يا اما كان هينفرد بالحارس بشكل يعني بشكل يسهل له ان هو يلعب الكوره على المرمى بشكل مباشر، عكس ان هو لما اتطرف في مدافع راح معاه وكمان الجون قفل عليه، فكان شكل الهجمه صعب. بعد كده بقى الهجمه اللي هي الثانيه الثالثه بتاعت علي معلول، وهنشوف ازاي علي معلول وطاهر والهجمه دي تكررت. انا بس قبل ما تمشي من الهجمه دي، لان الهجمه دي مهمه جدا بالنسبه لي، وده لانه ليه مهمه؟ لان الكلام ده احنا قلناه امبارح احمد ثابت، حتى انا قمت ساعتها وقلت ان هو لو اتردت اللعبه هتبقى بالشكل ده، ان يبقى انت عندك 3-2، 3 لاعبين من النادي الاهلي و2 من الفريق مونتيري. اعتقد ان ده يعني قد ايه يبين ان 3-2 في موقف زي ده التلاتة ممكن يجيبوا جوال طبعا. صح يعني، وهو ده اللي احنا قلنا عليه امبارح. انا يمكن لما وقفت يا احمد لو تفتكر امبارح قلنا ايه؟ صح. قلنا ان هم بيهاجموا بست لعيبه، صح، وبيبقى عندهم بطء في الارتداد الدفاعي من الحاله الهجوميه للحاله مزبوط. الدفاعيه مزبوط. وبالتالي احنا لازم نعتمد على الهجمه المرتده، وده اللي حصل فعلا. ان ده تطبيق كامل صح للمعنى او للكلام اللي انت قلته صح اللي امبارح قد ايه 3-2. يعني ده حسين بيلعبها لو لعبها احمد عبد القادر، واحمد عبد القادر، صح، لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان مفروض يلعبها على طول لطاهر محمد طاهر، لان وقتها كان طاهر هيبقى منفرد بشكل اكبر من كده، وكان هيبقى يعني زاويه ان هو شايف المرمى. بص كم واحد صح، بس بص كم واحد هنا ممكن يبقى منفرد. طبعا منفرد بالمرمى، مش يعني ممكن يلعبها يمشي بيها، لو واحد من الباكين راح له هيروح له مثلا هناك شويه، هيبقى طاهر الناحيه الثانيه فاضي تماما ان هو يتلعب الكره. وده قله التنظيم الدفاعي لفريق مونتيري المكسيكي اللي احنا او احمد ثابت امبارح اتكلم عنه، حتى في الهجمه اللي احنا ما جبناهاش يعني هنا ما كانتش متوفره معانا في الدقيقه 37، كان نفس تقريبا الشبه طاهر محمد طاهر وبيلعبها لحسين الشحات، وحسين الشحات بس هو استلمها لبره شويه. ولو كمان نركز هنلاقي دايما ان طاهر يعني في الحته دي طاهر او احمد عبد القادر كل واحد بيعرف يسحب معاه اثنين بيفضي الناحيه الثانيه تماما. ودي اللي كانت كاول هجمه اتعملت اللي هي راحت الناحيه الثانيه بتاعت علي معلول. علي معلول وطاهر كمان يعني المفروض مهاجم على الورق، هو بيتحرك دايما على الاطراف عشان يفضي من مساحه للي جاي من الخلف. مظبوط. تطبيق الكلام ده برده يا كابتن اسلام، بيتسو موسيماني عجبني النهارده قوي في تطبيق الهجمه المرتده. في ايه؟ هو اعتمد اكتر على الجبهه اليسرى بتاعت علي معلول، نفس الكره اللي احنا بنتكلم فيها كابتن اسلام اهو، ثلاثه بس هم اللي بيدافعوا، بس علي معلول هو اللي جاي. علي معلول لعيب عنده شخصيه كبيره جدا، بص بيشاور لمين؟ لطاهر. طاهر بيتحرك فين؟ على الاطراف. معلول بيشاور له بيقول له انا هتحرك اهو في المساحه الخاليه اللي احنا معتمدين عليها، نفس الشكل عشان يعمل الاوفر. طاهر اللي بظاله قطع، كانت تبقى جون، كان هيبقى جون عالمي، كان هيبقى جون عالمي. ده جون نموذج عالمي للهجمه المرتده. مظبوط. رجعها تاني كده، ماشي، دي برده نفس، رجعها بس من الاول نفس الشكل اهو. يعني بص يا كابتن اسلام، وقف نفس الشكل، ادي واحد حضرتك لو تعلم بقى على الدفاع برضو، صح، ثلاثة صح، نفس الشكل بالظبط. على عبد القادر بيسحب معاه اثنين وطاهر متحرك على الطرف عشان يفضي المساحه. خلي بالك دي اوفر عالمي، ده بعدت عن علي ورا خطوتين، هو واخدها من ورا لقدام. لعيب عنده شخصيه، يعني مش اي حد يعرف يعمل اللعبه دي. دي كره الهدف بقى، دي كرة قفشه هو اللي لعبها له برضو، ومعلول برضو بيتحرك في المساحه الخاليه نفس الكلام، هجمه مرتده برضو. احمد عبد القادر عمل ال1 2، علي معلول عمل له الاوفرلاب قطع الجون. بص حاسبين بقى تسديده محمد هاني على بعد 18 متر. نعم، على بعد 18 متر، وسرعه الكوره 138 كيلومتر في الساعه. طيب اللي بعد كده، تعالى بعد كده بقى الحقيقة. احنا برضو اتكلمنا على نقطه مهمه جدا امبارح. مين اللي لما حضرتك قلت لي طب الخمسه اللي بيروحوا ده وانا لسه هستنى، طب مين اللي هيستنى؟ ديانج. كان ديانج بقى، تعالى بقى نشوف دور ديانج. ديانج واحد من الجنود المجهوله، وبيعمل يا كابتن اسلام فاولات تكتيكيه في الملعب لازم الناس تحس بيها. انا ممكن اعمل فاول عطل هجمه مرتده بجول. مهمه جدا بجول. صح، زي مثلا دي اول لعبه، بص دي هو الكره كانت معاهم قدر ان هو يستخلصها ويقطعها. هنكمل بقيه اللعبه، اجيب لحضرتك اللعبه اللي هي فيها الفاول التكتيكي اللي عمله. واحد من احسن اللعيبه اللي بتفسد هجمات اهو. ديت كانت هجمه واعده جدا، دي كانت اصلا، ارجع بس ثانيه واحده اللي فاتت اهي، ودي برضو خلي بالك كل الالعاب دي احنا جايبين اربع العاب كلها شبه بعض. يمكن هي الارقام مش هتنصفه قوي النهارده ان هو مش محقق سكور عالي، بس هو فعلا عمل افسد. ازاي ده يعني علي سعيد الكعبي قالك عليه افضل لاعب في المباراه،
وافضل لاعب الشوط الاول. ديانج بيلعب في الحته دي لوحده يعني. احنا طبعا هو لما بيبقى فيه حمدي فتحي عمرو السوليه معاه بيساعدوه بشكل كبير ان هو يقطع بشكل الحته الهجوميه يعملها عليه. لكن هو النهارده طبعا لان قفشه ده مش مركزه الطبيعي لان بيوظف نفسه على الحته بتاعت رقم 8 خصوصا اللي ليها ادوار دفاعيه كمان النهارده. فهو كان بيعمل شغل دفاعي كبير جدا وكمان بيحاول في الناحيه الهجوميه يعني في كذا كوره قطعها وكان بيحاول يطلع يبني الهجمه. وحتى نسبه تمريراته النهارده بنتكلم لو عمل 32 تمريره فيهم 28 تمريره صحيحه كاجمالا الشورت باس بتاعه كله سليم تمام. فلا يعني النهارده الي ديانج حتى الانذار الاخير كنا نتمنى ان هو ما ياخدوش كنوع من انواع بس المكافاه ليه على المباراه. بص اللعبه دي صراحه بص اللعبه دي اللي انا بتكلم عليها دي كانت ضربه ركنيه للنادي الاهلي. بص دي واحد اثنين كل اللعيبه موجوده معلول وطاهر وربيعه لسه راجع وحسين الشحات وياسر ابراهيم لسه ما رجعش يعني ده ياسر ابراهيم وده ربيعه اهم وادي قفشه. فانت النهارده لما تعمل فاول في لعبه زي دي انت فعلا عملت افسدت هجمه واعده بذكاء. ده اسمه الفاول التكتيكي. امتى انا اعمل فاول دور يعني ساعات الفاول بيكون ليه اهميه في الكوره خاصه مع لعيب الارتكاز الدفاعي وده ذكاء من اليو ديانج. يعني انت بتتكلم في الدقيقه 33 هجمه مرتده وهم في المرتدات بتاعتهم قويه جدا بيروحوا بالخمسه. فالنهارده لعيب زي اليو ديانج لا لعيب زي اليو ديانج بصراحه افسد هجمات مرتده. اللي بعد كده ايمن برده معاه خريطه الحراريه بتاعت اليو ديانج. يلا يا ايمن هنا خريطه الحلاليه لاريو ديانج لانه الحقيقه يستحق كل يعني زي ما احنا شايفين التحركات بتاعته في الملعب عامله ازاي التمركزات بتاعته في الملعب دفاعا هجوما يمين شمال مغطي الملعب كله زي ما نقول ان هو شال العبء ان هو عارف ان مفيش حمدي فتحي مفيش عمرو السوليه فهو اللي شايل الشيله كلها. وكمان في يعني بالنسبه لنا طبعا في النادي الاهلي ميزه ان هو ما لعبش كتير في كاس افريقيا تقريبا لعب 12 دقيقه فبرضه مع السفر مع الدنيا الارهاق بتاعه قليل ففارق معاه جدا وواحد من افضل اللاعبين. وطبعا الكابتن علي سعيد الكعبي احنا عارفين يعني هو قد ايه كان معجب النهارده بديانج وكان بيتكلم عن عرض العين. فاحنا الحمد لله ان احنا محتفظين بيه ونتمنى نحتفظ بيه في الاهلي الاطول. اللي بعد كده اتفضل. بص الخريطه مفيش حاجه بسم الله ما شاء الله مفيش حته ما جريش فيها مفيش حته ما جريش فيها في الملعب بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى لرجل المباراه الرسمي رامي ربيعه اللي الناس كانت بتنتقده. لا رامي ربيعه النهارده قائد من ورا عمل دور مهم جدا دور الليبرو ودور افساد الهجمات مظبوط. اكتر من حاله معانا برده رامي ربيعه عمل دور دفاعي مميز هو ازاي امتى بطلع اللعيبه لقدام انت برحل على الباك كذا كذا كره افسدها الكرات العاليه بتاعته. انت بتكسب النهارده نستعرض برده ارقام رامي ربيعه معانا بتكسب النهارده مدافع دولي كان بيلعب اساسي مع هيكتور كوبر هو واحمد حجازي. فربيعه بالخبرات اللي مكتسبها دي حاجه مهمه جدا. انت النهارده واحد من المكاسب بصراحه بتاعه المباراه عوده رامي ربيعه والثقه ليه وان هو بيحصل على رجل المباراه في كاس العالم للانديه. لا نستعرض بس الارقام بتاعه رامي ربيعه هنلاقي ان هو برده اكثر من شتت الكوره عمل تمريرات طوليه كتيره عمل 9 اكتر واحد عمل تمريرات طوليه من ورا 9 تمريرات طوليه. فارقام رامي ربيعه لا يعني عمل مستوى هايل يعني. ادي قدامنا الارقام على الشاشه اهي رامي ربيعه اكتر من شتت الكوره 10 مرات البلوكات منع تسديده مؤثره مره الانترسبشن بتاعه التدخلات الدفاعيه 2 الالتحامات الهوائيه كسب 3 من 5 دخل فيهم التمريرات الطوليه 9 اكتر لاعب عمل لونج باص من تحت طبعا بعد علي لطفي بعد حارس المرمى. التمريرات الطولية 9 منهم 4 دقة التمريرات 68%. في الحتة الدفاعية كمان لازم نشيد كابتن إسلام بمحمد بمغربي لعيب صغير في السن في أول مباراة ليه تقريبا النهاردة ما نقدرش نقول هو في يعني حتى مع الضغط الكبير اللي هو كان عليه أكيد في أول مباراة ليه في كأس العالم للأندية مفيش أي خطأ مؤثر لا في التمرير ولا في الاستلام الكورة ولا في حتى الفاول اللي هو عمله خد عليه إنذار هو فاول تكتيكي لان اللاعب بتاع مونتريه كان خلاص تقريبا عدى الكوره منه لو كان راح كان هيبقى شبه هجمه مرتده قويه لكن هو بذكاء وقف قدامه وعمل البلوك بشكل كويس وخد انذار. طبعا خروجه احنا متاكدين ان اصابته ان شاء الله مش تبقى حاجه كبيره لانه واضح بس هو نوع من انواع الضغط شد خلي بالك اول ماتش ليه وبتاع فبيبقى صعب جدا يعني طبعًا. وكمان شفنا كان علي معلول بيديله على طول توجيهات لان هو كان قريب منه فلا حاجه جميله مع علي لطفي النهارده في عمل تصديين بشكل مميز جدا يمكن فريق مونتريه كان عنده اكتر من تسديده من خارج منطقه الجزاء الحمد لله ان كانوا بعيد ولكن علي لطفي في هجمتين مؤثرين جدا لفريق مونتريه هو امسك بكره في كره ثانيه اللي هي بالهيد
اللي اتلعبت هو قدر يتعامل معاه بشكل جيد، فبرضه يعني كان بانه بعيد عن الماتشات فتره فاداؤه جيد، ونتمنى ان هو الافضل في المباريات اللي جايه يعني. الف مبروك للنادي الاهلي. خلينا نروح لمباراه مصر والسنغال. مباراه مصر والسنغال بكره مباراه صعبه جدا، الكل ينتظر ماذا او كيف سيلعب كارلوس كيروش من وجهه نظركم. كارلوس كيروش طبعا يعني الفتره اللي فاتت بيعيش احلى ايامه، الراجل بعد من الهجوم الكاسح عليه دلوقتي في اشادات الجمهور وثق فيه، اعتقد ان التشكيل بنسبه كبيره مش هيبقى فيه اللي هي المشكله طالما اللعيبه سليمه. احنا بس محتاجين نطمن عمرو السوليه لو سليم 100% هيبقى موجود هو وحمدي فتحي والنني الثلاثه اللي عاملين اداء مميز جدا في نص الملعب. طبعا الشناوي، احمد فتوح، الونش، منعم، خلاص اصبح عندنا بشكل كامل. امام عاشور واضح خلاص هو بديل عمر كمال عبد الواحد، فمش هيبقى في تغييرات كبيره قوي في تشكيل. مين اللي هيبقى عمر بديله؟ امام عاشور. هو امام ولا زيزو؟ لا هو نزل المباراه اللي فاتت بتاعت المغرب. أيوه عفوا أيوه بتاعت، بس هو هل ممكن يلعب امام من الاول المباراه وعلى ساديو ماني؟ اعتقد الافضل يعني بما انه نزله في هذا التوقيت في مباراه الكاميرون فواضح ان هو في دماغه ان هو يلعب امام عاشور باك يمين. اتفضل. عايز اقول نقطه مهمه جدا اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هي الجبهه بتاعه ساديو ماني. لو نجيب بس كليب واحد هنلاقي ان اول حاله معانا اللي هي الجبهه اليسرى بتاعه ساديو ماني السنغال اللي فيها ساليو سيس وفيها ساديو ماني، الاثنين جامدين قوي ايمن. يمكن الاثنين طبعا يعني خطيرين جدا. ادي اول لعبه معانا اهي. بص حضرتك دايما نوقف بس ستوب. ساليو سيس اللي هو الباك ليفت اللي هو رقم 2، ساديو ماني دايما بيروح فين؟ بيخش للعمق. فانت النهارده امام عاشور ممكن يبدا، مين اللي هيساند امام عاشور؟ هنا دور محمد النني مهم جدا، اهم لعيب بكره في الماتش بالنسبه لي محمد النني. ليه؟ لان ساديو ماني اخطر لاعب، بص الكره دي بيتحرك جوه، اخطر لاعب بيتحرك بين الخطوط على مستوى العالم على مستوى العالم يعني. بيتحرك سرعة ورهيب. بيتحرك ومهاري، بص هنا بيقطع له المهاجم، بيقطع له وبيقوم ايه؟ مسدد وجايبها جون. فانت النهارده برضو نكمل بقيه الكليبات، نجيب الكليب الثاني نفس الفكره، مين اللي داخل لجوه ده؟ ساديو ماني اهو لجوه للعمق. فانا النهارده لازم النني هو الارتكاز الثالث. ادي ساديو ماني بياخد الكوره، ساليو سيس الباك ليفت قاطع، سيبه لامام عاشور مش مهم، لكن هنا النني لازم دوره مهم، ان انا لازم تتم الرقابه على ساديو ماني لان حمدي فتحي اصلا قافل العمق وقافل الكرات العرضيه. فالنهارده النني دوره مهم جدا بكره، لازم يكون ان شاء الله في حالته باذن الله عشان يقفل لك خطوره ساديو ماني. والحاجه تانية مهمه جدا يا كابتن اسلام، محمد صلاح انا لما ارميه ورا ساليو سيس قدام مش هخليه يتقدم اصلا. هو النهارده هو بيتقدم عشان الفرقه دي ما بيلعبش واحد زي محمد صلاح. انا لما ارمي، بما اننا بنتكلم عن محمد صلاح عايزين المقارنه اخيرا يعني، مقارنه ما بين محمد صلاح وما بين مقارنه مهمه جدا ما بين محمد صلاح على مستوى البطوله وساديو ماني. لو نستعرضها هنلاقي ان الارقام ساديو ماني ارقامه برده عاليه، محمد صلاح متفوق في حاجات وساديو ماني متفوق في حاجات متقاربه الى حد ما يعني، متقاربه تفوق كبير يعني. ساديو ماني جايب طبعا الاثنين لعبوا 6 ماتشات بس صلاح لعب 632 دقيقه اكتر، ساديو ماني لعب 520. نيجي لمعدل احراز الاهداف، ساديو ماني جايب 3 صلاح جايب جونين. الاسيست ساديو ماني جايب عامل 2 اسيست صلاح جون، يبقى صلاح مساهم في كام جون؟ 3 وساديو ماني مساهم في 5. تعالى بقى معدل المحاولات على المرمى، محمد صلاح بيروح على الجون 2.5 اكتر من ساديو ماني بيروح 2. دقة التمريرات 75%، هنا صلاح 67.3 من 10. معدل صناعته للفرص صلاح بيصنع للفرص اكتر، بيصنع لك 2.7 يعني قريب من 3 فرص. ساديو ماني 2.3 يعني 2.5 فرصة. معدل المراوغات الناجحه ساديو ماني اكتر 3.2 من 10، لعيب فردي شويه، لكن محمد صلاح 1.3. بس برضو في نقطه مهمه جدا في المقارنه دي، ان مصر لعبت كوت ديفوار، لعبت المغرب، لعبت الكاميرون، عكس السنغال اللي لعبت منتخبات اسهل ده بكتير. ده اللي انا كنت هقولك عليه. هذه المقارنه طبعا مقارنه وحلوه ورقميه وزي الفل وجميله وكل حاجه، ولكن في النهايه هذه المقارنه وجهه نظري. انت بتلعب كوت ديفوار ومغرب وكاميرون وهو الناحيه الثانيه بيلعب غينيا الاستوائيه يعني وبوركينا فاسو بالظبط كده. فهي هناك فارق كبير في حتى المستوى الفني. ولكن من وجهه نظرك بسرعه جدا ممكن مصر بكره ان شاء الله تكسب؟ ان شاء الله وارد. لا ان شاء الله. اهم حاجه العامل البدني لو هو يعني في افضل حاجه، اللي هم الاستشفاء بشكل سليم، الامور البدنيه طيبه، براميل يعني اكيد في حاجات نقدر نعملها يعني اللعيبه بتاعتنا تبقى مستعده بشكل قوي. ليه؟ لان السنغال
كراحه. هم لعبوا منتخبات اقل من لعيبه مصر كمان، ما وصلوش لفكره الاكسترا تايم. ثلاث منتخب مصر ثلاث ماتشات اكسترا تايم، ده كتير كتير جدا. فلا، وكمان السنغال اصلا باديه البطوله يعني بشكل سيء، هم تدرجوا شويه أيوة. وده المنافسين ساعدوها، لكن ان شاء الله منتخب مصر يستفيد من الرقم السلبي بتاع السنغال، يتاهلوا مرتين للفاينل، خسروا الاثنين فاينل. نتمنى ان دي تكون الثالثه، ما نتمنى ان ده يكون الثالثه والثامنه لمصر نكسب يعني باذن الله ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا والف الف مبروك، ان شاء الله نلتقي مع بعض في الايام القادمه علشان نحلل بقى بالميراث ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن اسلام لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي طبعا. الف الف مبروك. خلونا نطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل زميلنا امير هشام مع اليو ديانج وكيف احتفل اليو ديانج بعد نهايه المباراه. نروح نشوف امير هشام وفاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن عادل طعيمه وحديث فني هام جدا بعد ما نشوف ماذا قال اليو ديانج وفاصل وكابتن عادل طيب. لسه مستمرين معاكم، معانا طبعا واحد من النجوم الكبار جدا والجمهور الاهلي بيحبهم قوي، هو اليو ديانج. وطبعا دكتور عمرو محب مترجم الفريق، مترجم مستر بيتسو موسيماني. ديانج، في البدايه برحب بك يا دكتور عمرو في الاول. مبروك طبعا. وبرحب بديانج وبقول له الف مليون مبروك، مجهود عظيم جدا جدا في المباراه وماتش كبير كالعاده منه. ماتش نورمالمون اون اي هابيتوي دو سا دو توا. السلام عليكم. دابور ميرسي بوكو اي فيليستاسيون ا تو لي فانز. خد حبيبي ايس كريم عشان تتغذى بس. كل كويس ها. ميرسي بوكو. بيقول الحمد لله. جي دي سلام عليكم اي فيليستاسيون ا توت ليكيب يعني كل الفريق. قلت لما كنت كبير جدا ربنا يكرمه بفوز النهارده. المباراه كبيره اديتها النهارده في نص الملعب، قفشه لعب جنبك رغم ان انت مثلا متعود على حمدي فتحي جنبك في نص الملعب او عمرو سوليه طبعا. قول لي التفاهم كما بينك عامل ازاي انت وقفشه النهارده؟ سي بريفير كو توجو ا كوتي دو قفشه او ميلي تيران نورمالمون تو جو ا كوتي دو حمدي فتحي او بيان سوليه كومون سي باسي كومون اسكو سي بيان باسي انتر توا قفشه او ميلي تيران كومون سي باسي تو بو نو راكونتي ان بو؟ بيان سور بيان سور قفشه سي ان جوور كوم حمدي فتحي سي ان جوور كوم كابتن سوليه دونك نورمال سي سون توس دي جران جوور دونك On essaie de combler les vides. On essaie de combler les vides. Si quelqu'un n'est pas là, quelqu'un le remplace. Il se donne à fond comme d'habitude. C'est un travail d'équipe. C'est pas une seule personne qui fait le boulot. C'est toute l'équipe. Donc ça va. بيقول لك بيقول طبعا هو قفش لعيب كبير زيه زي كابتن سوليه زي حمدي فتحي والموجود بيسد، بنحاول قدر الامكان نسد الفراغات الموجوده، فاحنا لعيبه كبيره ممكن يلعب في اي مكان، فيعني لعب كويس جنب منه ما كانش في اي مشكله، والموجود بيسد في المكان اللي محتاجينه فيه. هل انتوا تاثرتوا بسبب الغيابات الكتير؟ وانا يعني بتعمد اسال السؤال ده لكل اللعيبه لان فعلا الظروف كانت صعبه على النادي الاهلي، اتعاملتوا مع الموقف ده ازاي؟ جوستومون سي كيستيون افيك لي ابسونس بوكو دابسون. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez pu résoudre ce problème-là? Parce que normalement, cette question, il pose à tous les joueurs. Oui, j'ai dit, on est une équipe. Notre équipe, elle n'est pas basée sur une seule personne. S'il y a un absent, donc on passe là-dessus. On essaie de combler le vide et on l'a parfaitement bien fait aujourd'hui. Donc on va continuer comme ça. بيقول لحضرتك احنا فريق في الاخر، لان احنا ما نعتمدش على لعيب واحد، احنا فريق كل لعيبه موجودين، الا لما يكون في فراغ اي لعيب بيحاول يملى الفراغ الموجود ده، وعرفنا نعمل ده النهارده وعرفنا نكسب المباراه. عايز اساله على ارتباطه بالنادي الاهلي، وعايز انقل له تحيات كل جماهير النادي الاهلي اللي بتحبه جدا وبتكن ليه احترام وحب خاص بشكل كبير جدا. Après, c'est un travail, de longue durée. Donc, l'estimation des supporters. Oui, après, les supporters, ils connaissent le football et donc ils voient ce qui se passe. Après, moi, je fais ce que je dois faire et le reste, ça viendra tout seul. Inch'Allah. والجماهير النادي الاهلي جماهير بتفهم كره القدم وبتشوف اللاعب اللي بيدي فبتقدره، فانا بعمل الجزء بتاعي وفي الاخر التقدير بيجي من عند ربنا بناء على نتيجه كويسه بعمل او اداء كويس بقدمه. اخيرا بقى، انت السنه اللي فاتت خدت البرونزيه مع الاهلي، طموحاتك السنه دي مع الاهلي في البطوله دي وطموحاتك بشكل عام مع الفريق؟ Vous avez remporté la médaille de bronze l'année dernière. Et quel est votre souhait pour cette année? Vous remportez le bronze ou bien un peu plus? Et sur le plan personnel, quel est le souhait pour 2022?
Bien sûr, bien sûr. L'année passée, on a gagné une médaille de bronze. Et cette année, on essaie d'aller encore plus loin possible. On essaie d'aller le plus loin possible. Donc, on va tout faire pour y aller. On a la chance, on peut le faire. Et j'espère, Inch'Allah, on va le faire aussi. Sur le plan personnel? Sur le plan personnel, ça reste le même. Ça reste le même. Je joue avec les Nedi Lali. Et c'est le présent. Donc, il faut que je donne tout. Il faut que je donne tout. Et après, on verra ce qui va se passer. هيك سألته عن طموحاته بالنسبة لمستوى النادي ومستوى الشخصي. مستوى النادي بيقول لك أنا بحاول أبذل خسائر جهدي. السنة اللي فاتت عملنا برونز. السنة دي نحاول نروح أبعد في البطولة ونحقق أفضل من كده. تو طب مستوى الشخصي، المستوى الشخصي ما انا برضو يعني انا برضو زي ما انا عايز انجح مع النادي، عايز انجح نفسي مع النادي، فحتى طموحاته على المستوى الشخصي انه يحقق النجاح مع النادي. توفيق ان شاء الله والف مليون مبروك ديانج. شكرا شكرا. طيب نورنا وشرفنا في لقاء مهم جدا طبعا. اليو ديانج احد ابرز نجوم النادي الاهلي ولعيب طبعا مهم جدا في تشكيله الفريق و في خطط الجهاز الفني على مدار الفترة اللي فاتت كلها. نتمنى له التوفيق دايما. هرجع عليك يا كابتن اسلام في الاستوديو، لكن لسه ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا المزيد من اللقاءات. النادي الاهلي اللي كان عمل مباراة كبيرة قوي، ورامي ربيعة اللي الناس دايما منتظراه بالمستوى ده. يا رامي الف مليون مبروك، ماتش عالمي، ماتش عالمي النهارده. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الواحد كان مركز قوي انه يعمل بصمه في النادي الاهلي في كاس العالم بالذات، لان انا ما كنتش متواجد السنه اللي فاتت لاسباب فنيه. النادي الاهلي علمني ان انا احترم والتزم القوانين وما اتكلمش طبعا، لان الواحد يدوس على نفسه، وتربيت في الاهلي ان انا ادوس على نفسي وارجع نفسي تاني، وحتى لو الغلط مش من عندي بس هركب لنفسي الغلط وادوس على نفسي. الحمد لله الحمد لله، ربنا كان حاسس بيا قوي 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 ان انا ادوس على نفسي، وان انا استحمل انتقادات، واستحمل ان انا بره النادي، واستحمل ان انا مش موجود، واستحمل ان مستواي نزل. كل ده كنت بتقبله وبسمعه عادي، ما عنديش مشكله فيه، لان النادي الاهلي علمني ان مهما كان القرار العيب يبقى فيا انا، وهجيب العيب فيا انا كان فعلا مستواي كان وحش، ما عنديش مشكله خالص. فاثبت ان انا موجود، واثبت ان انا كنت عايز اعمل بصمه في كاس العالم. الحمد لله ما كنتش مصدق طبعا ان انا اخد احسن لاعب، بس كنت مركز قوي قوي انا وزمايلي النهارده ان احنا نكسب، مش فريقي خالص ان انا اخد احسن لاعب، لان مش انا اللي باخد احسن لاعب، الفرقه كلها اللي بتبقى هي اللي انت شايف مجهودها. اللعيبه كلها كانت بترمي نفسها قدام الكوره، اللعيبه كلها كانت رجاله، اللعيبه كلها مش فريق. يعني واحد زي قفشه بيلعب في نص الملعب يعني موت نفسه في نص الملعب وبيضغط وبيعمل كل حاجه. انا قصدي ان ما فيش حد فريق له بوزيشن، كله بيلعب وكله راجل وكله واقف قدام الكوره. فالحمد لله الحمد لله كل مجهودنا بالنجاح. وانا بالنسبه لي لعبت مونتيرو مرتين ودي الثالثه ليا، خسرت المرتين، خسرت 2-0، وقلت في المؤتمر الكلام ده ان انا خسرت مره 2-0 في اليابان ومره 5-1 في المغرب، فكان كلامي ان انا لازم اكسب المره دي زي ما بيقولوا كده ثالثه ثابته. الحمد لله ربنا عوضني، والحمد لله كان المكسب بطعم حلو، لان جمهور الاهلي كان جنبنا ومساندنا وكان مش محسسنا ان انت في بلد غريبه، بالعكس انت في الامارات تحس ان انت في بلدك. السؤال ده لازم اساله لكل كباتن فريق الاهلي. انت كابتن من كباتن الفريق، وكان عليك دور وعبء كبير قبل المباراه في التحضير النفسي ليها. قلت ايه للعيبه في ظل الغيابات الكتير والظروف الكتيره اللي طبعا كلنا عارفينها اللي تعرض ليها النادي الاهلي مؤخرا؟ يعني الغيابات طبعا مؤثره جدا، واللعيبه طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لعيبه المنتخب تفرحنا وترجع بالكاس، لان هم فعلا لعيبه رجاله ويستحقوا، وهم بيشرفونا. وبجد احنا بنتفرج على الماتش، لو انت بتشوفنا في الاوضه كلنا بيبقى صوتنا عالي لما مع جون ولا ضربات جزاء، فربنا يكرمهم ويرجعوا لنا اهم حاجه سلام، ومفرحيننا ان شاء الله ويكسبوا ويفرحوا مصر كلها. كلامي او مش كلامي انا بس، اللعيبه كلها كانت حاسه بالمسؤوليه اللي كانت عليها، لان اللعيبه كلها لعبت كاس عالم، فاللعيبه كلها كانت شايفه ان اول ماتش هو العنق الزجاجه بتاعنا، لازم كنا نكسب ولازم كنا نطلع اللي عندنا ونموت على الكوره النهارده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا نعمل ده وقدرنا نكسب، وكانت النتيجه كويسه الحمد لله. انتصار مهم بس الطموح ما اتحققش صح؟ لسه بدري لسه بدري، لازم ننسى بقى المباراه دي خلاص، نقفل على نفسنا ونحاول نركز في المباراه الجايه ونثبت نفسنا اكتر ان شاء الله. فرحة حلوة مفيش شك، كل حاجة حلوة، ولكن خلوني أرحب بالنجم الكبير كابتن عادل طيب. ازيك كابتن عادل؟ وألف مبروك. ألف مليون مبروك. ألف مبروك عليك وعلى كل جمهور النادي الأهلي، حاجة جميلة جدا والفرحة حلوة يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم أقول إن في سيمفونية من عائلة الأهلي، سيمفونية وطنية، بداية من مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود ومعاه كابتن حسام غالي، ثم لجنة التخطيط، ثم الجهاز الفني، ثم اللعيبة اللي بيثبتوا إن النادي الأهلي فعلا
فريق متكامل، مفيش أيوه. اساسي ومفيش احتياطي. ايوه. المنظومه لما يطلع كابتن من شهر ويقول ان انا المنتخب اولا، دي رساله وطنيه. الخطوره واللي حضرتك اتكلمت عليها من البدايه، النادي الاهلي لا قدر الله لو راح النهارده وكانت النتيجه كبيره، مين اللي كان يتحمل هذا الوزر؟ كان الناس المتربصين هيتجهوا على طول للاداره وللجهاز الفني وللعيبه. لكن عائله الاهلي دايما طول ما هي متكاتفه وبتتقي الله وعارفه انها مبادئها هي اللي بتجيب لها البطولات. ايوه. فالمبدا بتاعي ان انا ما بفكرش في نفسي، انا بفكر في بلدي نمره واحد، ثم بفكر في النادي بتاعي على الرغم ان انا في مهمه رسميه تحمل اسم افريقيا واللي بيمثلها النادي الاهلي. وبالتالي ربنا كافئنا النهارده بالاداء الرائع من الجهاز الفني ومن اللعيبه ومن الاداره. الاداره ما هربتش، الاداره موجوده مع الفريق. كابتن الخطيب راح يستقبلهم وهم طالعين الاتوبيس علشان يروحوا للملعب. كل الامور دي يعني امور بتقول ان النادي الاهلي كبير بمبادئه وبقيمه طبعا، وقبل ده وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم بجهد الاداره، ثم بجهد الجهاز الفني اللي ما بيسمعش لكل ما بيقال، هيمشي هيقعد، ده ما بيفهمش، ده ما بيعرفش، وبيحاولوا ينالوا من النادي الاهلي من طريق موسيماني. انا بضرب في موسيماني علشان الاداره تمشيه، فطبعا متى ما انت مشيت المدير الفني طبعا ده مش هيحصل، لان الاداره على طول بتبقى واقفه مع المدير الفني لنهايه المشوار بتاعه. النهارده السيمفونيه دي اللي اتعملت معجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت النهارده بتلعب الديفندر قفشه، حد يتخيل كده؟ يعني قفشه مع ديانج، مع ولد لسه صغير المغربي، مع ولاد كانوا طالعين من كورونا، مع 14 15 مش عايز اعيد الكلام اللي اتقال من اول الحلقه. لكن الراجل الحقيقه النهارده كابتن لعب بشكل، انا كراجل يعني بشتغل في المهنه دي بقالي فتره كبيره، الراجل لعب بطريقه متوازنه دفاعيا وهجوميا، بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي. بتبص تلاقي حسين الشحات بيسقط مع هاني، وبتلاقي عبد القادر بيسقط مع علي معلول، ومجرد الكره ما بتتاخد هو عارف ان الباكين عندهم فيهم ضعف وفيهم ثغرات، بيخلي طاهر ما بيستلمش من العمق، بيستلم من ورا الظاهرين وبعدين بيقف عليها لحد لما حسين الشحات يجيله، زي ما احنا شفنا الكره اللي لعبها لحسين الشحات، وطبعا كانت انفراد وضاعت، وطاهر في كورتين يعني انت في خلال ربع ساعه كان ممكن تجيب اربع تجوال مظبوط في الشوط الاولاني. فالراجل لعب بطريقه متوازنه جدا ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وده اللي انا كنت بتمناه. يعني لو قبل المباراه كنت اقول نفس الكلام ده، الراجل فكره عالي جدا، ومش انا او اي حد من الاخوه اللي بيحللوا في القنوات الاخرى يعني بيشككوا في قدرات الراجل. قدرات الراجل واخد ثلاثه افريقيا، واخد كام سوبر، واخد بطولات. انا ارجو ان الناس اللي هي كانت بتحاول انها تنال من النادي الاهلي من خلال موسيماني يعني تسترجع كلامها، لانه المنظومه بتاعت النادي الاهلي تفوقت على ثلاث اتحادات. اللجنه اللي كانت بتدير، ثم الاتحاد الافريقي، ثم الفيفا. الثلاثه الحقيقه ما راعوش ابدا حته النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي رايح بيمثل بطوله الجمهور كله متشوق ليها. احنا شفنا النهارده الجمهور ما فيش كرسي فاضي، ده نتيجه ثقه في جمهور النادي الاهلي في اللعيبه. ايوه. ولو النهارده في 11 ولد صغير موجودين، جمهور النادي الاهلي عنده الثقه ان الولاد دول هيأدوا بنفس القوه وبنفس الاداء. طيب حضرتك شفت المباراه من كل الاتجاهات، وقعدنا اتفرجنا عليها وشفنا قد ايه النادي الاهلي بمن حضر زي ما دايما بيتقال، هذه المقوله اللي تم تطبيقها النهارده حرفيا. ولكن حضرتك مدير فني كبير وقدير ولك تجارب كبيره جدا وكثيره جدا،
لو عندك 14 لعيب غايبين عندك هتعمل ايه؟ هعمل عمل موسيماني اولا في عمليه التحضير. ايوه. الى جانب الراجل ده يعني انا بقول انه اهلاوي جامد قوي. اولا ما اشتكاش، ما قالش ان انا عندي مشكله، ما قالش ان انا عندي مشكله، قال ان انا رايح وانا عندي رجاله وعندي اداء فني انا هاديه. ف الكلام والتصريحات بتاعته اثرت جدا في اللعيبه كناحيه نفسيه قبل ما تكون ناحيه اخرى. الحته الثانيه الجانب البدني، هو لقى الاصابات بيبقى اصابات كثيره جدا، حاول ان هو في خلال كاس الرابطه انه يحافظ على اللعيبه بحيث ان هو ما يشركش ويجهد اللعيبه اللي هي بيفكر ان هو يلعبها، لكن ابتدى يديلها فترات معينه بحيث انه يحافظ على اللياقه البدنيه بتاعتهم. الحاجه الثانيه واللي كانت الناس احيانا بتؤاخذ موسيماني عليها، ان ادى فتره راحه 12 يوم ودي بيعتبروها فتره كبيره. المدير الفني ده راجل انا بعتبره زي الطبيب. الطبيب ممكن انت تروح بيدي لك دواء، هل ممكن بتاخد الدواء كل مره واحده ولا بيدي لك الدواء خلال كل 8 ساعات بتاخد الحاجه ديت؟ وكذلك علم التدريب بيقول ان انا اللعيب اللي ما الفرقه اللي ما خدتش لعيبه مجهده من السنه اللي فاتت، نعم، وما حضرتك قلنا الكلام ده، تشيلسي والمان سيتي لعبوا 61 مباراه وتشيلسي لعب 59 مباراه، احنا لاعبين حاجه و70 مباراه وفي لعيبه عدت ال 90 مباراه. مظبوط. ف لعيبه مجهده جدا، كان لابد ان هو يدي فتره الراحه ديت، ودي اللي بانت النهارده من خلال الاداء. النهارده علي معلول راجع من تونس، النهارده عمل 75 متر رايح جاي، الى جانب التركيز، الجانب الحته اللي ما حدش اتكلم فيها، الراجل بيبدا من تحت مع الضغط مع القوه البدنيه. مزبوط. مع السرعه بيبدا علي معلول بيبدا من تحت. أي. ساعات يمكن في البدايه كان بيبقى قلقان شويه فكان بيشوطها. نعم. انما لما ابتدى الامور اللي بقى تضيع فرص ابتدت الثقه واحده واحده. انما الحقيقه الراجل فكره عالي جدا، ادى بشكل رائع، وابتدى حسين الشحات كان بيسقطه زي ما انا قلت، و احمد عبد القادر بيسقطه، وبعدين بمجرد احمد عبد القادر ما بيروح على طول حسين الشحات بيتقدم، طاهر بيروح مكانه بتتلعب له، يروح دائما داخل لجوه لحد لما تبص علي معلول راح وهاني راح. الجول اللي احنا جبناه ما هياش صدفه، دي جمله متكرره وهجمه مرتده معموله واللعيبه متمرنه عليها، او على الاقل اللعيبه محفظها حتى على السبوره انت هتعمل ايه لما الكره انت تمسكها. يا عبد القادر خدها وابتدي اتقل عليها شويه او استنى شويه، اسند مع ديانج، اسند مع قفشه، وقفشه يعملها الناحيه الثانيه، وهكذا. الجول اللي جه من علي معلول، احمد عبد القادر ضرب ثلاث لاعبين بباصه واحده، يعني علي معلول اداها له في ثلاثه، بدل ما اداها له في رجليه اداها له بين الاثنين بعد الاثنين، فضرب كل الثلاثه بباصه واحده. يعني لو المخرج بتاعنا يعيدها هتبص تلاقي ضرب ثلاث لعيبه من مونتيري بباصه واحده. لما علي معلول راح لقينا ست لعيبه فانيلا حمراء داخل منطقه ال 18. هاني في الوقت ده يعني انت في الشوط الثاني، نعم، هاني المفروض كان لو انا بعقليه المدافع يعني لو شفنا الباصه بتاعت احمد عبد القادر من هي كانت بتتفضل، شوف هو رايح له، وبعدين قفشه شوف رايح فين، رايح ما بين السردباكين، وبعدين حسين الشحات، طاهر، محمد طاهر، الباصه باصه واحده ضربت ثلاث لعيبه، لعيبه جامده جدا، وفريق المكسيك عارفين احنا دايما المكسيك من الفرق القويه جدا ودول ابطال المكسيك، فطبعا طبعا يعني فطبعا الثقه. وبعدين الكره ما عليتش برضو يا كابتن من هاني وهو بيشوط، لان هاني يعني بيشوط كويس، ومن النوع اللي هو يعني لما الكره بتيجي بالطب وبتعلى شويه ما بيستناهاش لما بتعلى قوي، لو عليت قوي هيضطر ان هو ياخدها من تحت هتعلى هتروح في المدرج.
طيب. انما لما عملت الباندا خدها وهي لسه ما طلعت ما عليتش فما عليتش منه قوي ما عليتش منه خدها بوش الجزمه فطبعا دخلت توفيق ربنا حاجه جميله جدا طيب يعني. خلينا نطلع نشوف ماذا قال طاهر محمد طاهر عن هذه المباراه وناخد بريك ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان يعني كل الكواليس وكل الاخبار بعد انتهاء مباراه الاهلي ومونتري معايا احد نجوم المباراه واللي يعني النهارده لعب في مكان يعتبر مش في مكانه لكن عمل مباراه كبيره جدا طاهر الف مليون مبروك الله يبارك فيك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي زي ما قلت لك يعني احنا كنا جايين هنا بنقص عدد كتير من اللعيبه بس احنا كنا جايين مركزين جدا ان احنا نعمل حاجه احسن من السنه اللي فاتت يعني حتى مهما كانت الظروف ايه والنهارده قدرنا ان احنا يعني نكسب اول ماتش يعني مباراه كانت صعبه والحمد لله كان في دعم جماهيري كبير جدا في الاستاد يعني مش متعودين عليه في كاس عالم انديه نشوف العدد الكبير ده من النادي الاهلي موجود ف بشكر طبعا يعني كل زمايلي والجهاز الفني والاداره وكل الناس يعني على دعمهم معنا في الماتش بتاع النهارده مكان مختلف شويه مهاجم بس اديت بشكل ممتاز لاحظت انا كمان وانا بتابع المباراه من المدرجات كل كره مشتركه عاليه انت بتكسبها ما شاء الله الحمد لله يعني هو يعني وظفوني في المكان ده عشان الاصابات وكده والحمد لله يعني ان انا قدرت ادي بشكل كويس وكلنا يعني بنلعب في اي مركز ما فيش حاجه معينه اي حد هيتوظف في اي حته هينزل وهيأدي يعني لو كان حد غيري برضو كان هيأدي بنفس الصوره هي بس الفكره ان احنا داخلين بروح عاليه جدا ومركزين تركيز عالي جدا عشان احنا فعلا يعني مش جايين ان احنا مثلا نلعب على ثالث ورابع تاني لا احنا عايزين يعني الطموح يبقى اكبر من كده وان احنا ان شاء الله نلعب نهائي بس احنا فعلا ما حسيناش النهارده ان الاهلي بدون مهاجم يعني ما عندناش غيابات في المهاجمين انت ما شاء الله عملت مباراه كبيره جدا في المركز ده هل لعبت في المركز ده قبل كده مثلا يا طاهر انا كنت توظفت في المركز ده قبل كده يعني كان كابتن حسن شحاته في المقاولين وظفني في المركز ده قبل كده ويعني متعود عليه يعني طبعا بقالي فتره كبيره ما لعبتوش بس في التمارين كنت بلعبه وكنت مادي بشكل كويس فالراجل كان واثق فيا الماتش الجاي بالميرس كسبناهم السنه اللي فاتت بس ده ممكن يكون عامل ضغوط كبيره جدا ان احنا كمان لازم نكسب لان طموحنا نوصل للنهائي بتفكروا في الماتش ده ازاي لا ماتش صعب طبعا يعني احنا مركزين من دلوقتي ان احنا من بكره ان شاء الله نبدا ندرسهم وعايزين ناخد اللي احنا عايزينه من الماتش زي ما عملنا النهارده وهتبقى مباراه طبعا صعبه يعني هم اكيد خساره زي مباراه السنه اللي فاتت يعني دي حاجه هم اكيد فاكرينها واحنا مش هنبص لده يعني احنا هنبص ان احنا واخدين طريق عايزين نكمله يعني اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن عادل الحقيقه الفرحه حلوه وكلنا سعداء وكلنا مبسوطين ولكن الناحيه الفنيه برضو مهمه جدا علشان كل جمهور النادي الاهلي يعرف ماذا فعل بيتسو موسيماني لكي يصل النادي الاهلي للدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم للانديه اولا عمليه التحضير من شهر ونص عمليه الكورونا من البدايه خالص امال ايه مش من امبارح لا من شهر ونص ادى اجازه 12 يوم لعيبه كانت مجهده بقالهم بس الكل انتقدوا لو حضرتك فاكر الفتره دي ما يا كابتن اسلام للاسف دلوقتي بنشوف ناس ما لهاش علاقه خالص لا بالتدريب ولا بالاحمال ولا بالرياضه وبتطلع تنتقد مدير فني اللي بنتقد يعني المدير الفني ده المفروض ان انا ما انتقدوش ده انا المفروض لما اشوف حاجه ينتقد بس لما يعمل حاجه غلط ينتقد في ايه في جانب فني مش في طبعا انا عايز اهده طبعا يعني طبعا هو موسيماني كامل في مدرب في الدنيا في انسان في الدنيا كامل لا طبعا لكن عنده صفات اراديه وصفات فنيه كتيره جدا في بعض المباريات بيبقى فيه وضع طبيعي طبعا احسن طبعا. مدرب في العالم جوارديولا ما بيغلطش بيغلط طبعا بيغلط كلوب مش بيغلط ده كلوب في مباراه في كاس عالم في بطوله اوروبا معهوش جول تاني خسر البطوله في اتلتيكو مدريد في ليفربول نتيجه خطأين وكان وصل للنهائي صح ومع ذلك ما جابش جول تاني اللاعب الاحتياطي كان كانش تسبب في جولين صح فهو
موسيماني اللي احنا شايفينه من يوم ما جه لحد النهارده كل يوم بيقدم اوراق اعتماد. مظبوط. لما يكون هناك خطا اللي ينتقده لازم يكون راجل فني طبعا، مش اي حد ينتقده. يعني اصل لما تساب كده كابتن يبقى احنا يعني ما ينفعش ابدا ان انا واحد في مكانه معينه وانا مش صاحب المهنه دي وانتقده لمجرد ان انا بنتقده. صح. فلازم يكون راجل فني يقول لك انا ده غلط في الحاجه الفلانيه. النهارده الراجل بيعزف سيمفونيه بكامل المواصفات، من شهر ونص ادى الاجازه، دخل على كاس رابطه، ما انفعلش، ما ضغطش على اللعيبه، ابتدى يلعب بمجموعه من الناشئين، ابتدى يشغل شويه، كان في ناس واخده كورونا، ابتدى يدخله. النهارده أرى المباراة على الرغم من أنه كان مصاب بكورونا ومع ذلك المحاضرات بتاعته اشتغل بشكل جيد يا كابتن. النهاردة بيلعب راجل بيلعب بتيم، يعني هقول لك إيه، يعني هل أفشة يلعب ديفندر إزاي؟ يعني ملوش أي ميزة في الحتة دي خالص. ديانج النهاردة كنت بتبص تلاقيه إلى جانب أنه ديفندر بيروح وبعدين بيغطي هنا وبيغطي هنا. علي معلول النهاردة رايح جاء هاني نفس القصة 75 متر. بمناسبة علي معلول يا كابتن، عشان معانا فيديو لطيف كده الكريم علي معلول جميل وليلى عمرو السراي، خلينا نشوف الفيديو حاجة 20 ثانية كده نشوف فرحة الشباب الصغير والولاد الصغيرين. جميلة طبعا، نشوف فرحتهم ونرجع نكمل. كوكو بنتك عمرو، مبروك بنتك، مبروك يا بعتوا له، استنى شوف عامل ايه. بابي فين؟ بابي عمرو السوليه ازاي؟ ايوه. بابي علي معلول ازاي؟ دادي عمرو ازاي؟ يا رب نفرح بكره بعمرو السوليه كمان، وبعد ما فرحنا بعلي معلول النهارده وادائه في النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف كريم يعني بيقلد علي معلول وليلى بتقلد عمرو. حاجه جميله وحاجه رائعه. الفرحه جميله يا كابتن طبعا، ودايما الانسان المصري طبعا في كل المجالات في الرياضه وفي كل حته فيه المعدن القوي، المعدن الاصيل، لما بتحط في موقف بيثبت جدارته. والنهارده ولادنا العيله بتاعت النادي الاهلي مظبوط، يعني تفوقت على كل من حاول ان هو يعرقل مسيرتها. ايوه. بالاداء الرجولي، بالاداء الفني، ثم قبل ده وده القرارات والتعليمات اللي كانت بتتقال لجمهور النادي الاهلي ان انا بثق في لاعبتي، ونمره واحد ونمره اثنين منتخب بلدي نمره واحد زي ما قال الكابتن خطيب. طبعا منتخب بلدي نمره واحد ثم النادي الاهلي طبعًا. فطبعا دي سيمفونيه ما بيعملهاش في الدنيا دي كلها الا عيلة النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن عادل طعيمه، وعندي بقى لسه علي لطفي، بس هنسيبه لحضراتكم في الاخر. علي لطفي وفرحته بعد نهاية المباراة، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع برضو نسأل كابتن عادل عن المنتخب. بكرة عندنا مباراة هامة جدا لمنتخبنا الوطني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر يلاقي منتخب السنغال، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، قبل برضو ما نروح لمنتخبنا الوطني، الحقيقه النهارده لفت نظري حاجات كتيره جدا بتحصل في النادي الاهلي وغالبا ما بنشوفهاش كتير يعني في حته تانية. بمعنى ان انا شفت مثلا الكابتن حسن حمدي الرئيس، واحد من الرؤساء التاريخيين للنادي الاهلي، قاعد جنب الكابتن خطيب ومتواجد، يعني الحاجات دي صعب ان احنا نشوفها برضو. لا، النادي الاهلي مش صعب طول عمرها كده يا كابتن. طبعا ده هنوري حضراتكم دلوقتي يعني احتفال الكابتن حسن حمدي بوجود مؤمن زكريا احد نجوم كرة القدم المصرية واحد نجوم النادي الاهلي مع كابتن حسن، وكابتن شوبير موجود، والحاج مالك جرحي، الجميع الحقيقة، كابتن اسامة حسني، استاذ طارق انديل، وكابتن محمود الخطيب طبعا، والاستاذ العمري فاروق، والاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ محمد سراج، الاستاذ محمد الجرحي، الكل الحقيقة متواجد لتهنئة الكابتن خطيب. زي ما حضراتكم شايفين حاجات جميلة جدا برضو يا كابتن عادل، وأخلاق وقيم ومبادئ النادي الأهلي بنشوفها في صورة، وده اللي أنا بقوله يا كابتن. العيلة
عيله النادي الاهلي وكابتن حسن حمدي مع الكابتن الخطيب لما يروح بيدي ليه رساله للعيبه. بيدي لهم رساله قويه جدا. طبعا انا جاي وانا مطمن على الرغم ان انتوا بتلعبوا فرقه كبيره جدا ومع ذلك ثقتنا في الله ثم فيكم ليس لها حدود. مظبوط. دي رساله يعني ولا 100 مدير فني ولا دكتور نفساني يقدر يوصلها. يعني زياره الكابتن حسن مع الكابتن الخطيب ان بروح وانا بلاعب تيم كبير وانا عندي 15 لاعب مش موجودين معايا ما بين اصابات وما بين منتخب. دي رساله يعني على مدى التاريخ. كل يوم النادي الاهلي بيبعت رسائل للنشء ان انا مفيش حدود بيني وبين اي حد الا ان انا بشتغل علمي صح. مظبوط. بشتغل تربوي صح. مظبوط. انا وطني، انا راجل بشتغل فني على اعلى مستوى، ما بيهمنيش الكلام اللي بيتقال من ورا ظهري لان انا عندي رساله باديها. الرساله اللي انا باديها العمال بقى يخبط، هو بيخبط في حاجه انا ماليش، انا ماشي صاروخ وهو عمال ماشي بقى باي حاجه تانية بعجله او بتاع. انما انا شوف الارقام والبطولات اللي النادي الاهلي واخدها وقارنها باي حد في الدول العربيه الموضوع مختلف. او في افريقيا حاجه مختلفه خالص كنادي اهلي. طيب. النهارده النادي الاهلي 7 مرات بيوصل كاس عالم. النهارده ضرب الرقم القياسي اوكلاند عدد المباريات 15. النهارده بقينا 16، الماتش الجاي 17، يبقى احنا عديناهم بماتشين. فدي كلها رسائل ان انا اعمل قول اللي انت عايزه بس انا ماشي في الطريق بتاعي السليم. طيب زي ما حضراتكم شفتوا دي بعض القيم والحاجات اللي بنشوفها. وجود مؤمن زكريا برضو حاجه مهمه جدا وحاجه محترمه جدا. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. حاجه محترمه جدا ورساله للجميع ان النادي الاهلي ما بيسيبش ولاده ابدا في اي مكان في اي حته. طيب خلينا نروح بقى لمنتخبنا الوطني. احتفلنا النهارده بالنادي الاهلي. يا رب بكره ان شاء الله يكون مقدر لينا ان احنا نحتفل بمنتخبنا الوطني. كابتن عادل، بكره مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا 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 على المنتخب الوطني. شوف يا كابتن، مفيش صعب. ايوه. بالنسبه لاي مصري، احنا الحقيقه من بعد نيجيريا وبعدين السودان والماتش الثالث يعني الاداء الاداء ما كانش اللي احنا متوقعينه نتيجه اخطاء كانت من المدير الفني لانه كان بيلعب في العمليات التشكيل وبتاع. لكن لما عدل وابتدى كل واحد بيلعب في مكانه وابتدت اللعيبه تحس بقيمه ان انا ازاي انا اتغلب من نيجيريا، فدي طبعا كل لعيب ابتدى تاثر فيه خاصه محمد صلاح والكباتن الموجودين. طبعا. ابتدى الاداء يتفوقوا عن نفسهم في ثلاث مباريات، والثلاث مباريات فيهم وقت اضافي وما بين المباراه والمباراه ثلاث ايام. شكلت النقطه بس دي. اتفضل. الوقت الاضافي ده هياثر بكره مع الروح دي ومع القتال ده. ايوه ومع التحكيم ومع كل حاجه. لا ان شاء الله لا. باذن الله لا، لانه الروح دي لا يقابلها نفس الروح. مظبوط. هما فنيين بس هو كل واحد بيهتم زي ما النهارده الراجل بتاع الكاميرون الكابتن بتاعهم فينسنت قال ان الفرقه بتاعته مغلوب 3-0 وبعدين 3-3. الماتش بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل لعيب بيلعب لنفسه. اوكي. وبعدين طبعا لما تلعب لنفسك خلاص انتهينا، انما كل لعيب في النادي في للاسف في المنتخب للاسف لكل ما هو رجوله كانت موجوده في الملعب. صح. وبص نلاقي الشناوي مش عايز يطلع، ابو جبل مش عايز يطلع، في خلال 48 ساعه بيلعب وهو عنده الضمه. ده دي حاجات شفنا قد ايه، مش هتشوفها في منتخبات اخرى يعني. لا 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 لا. صح. وبعدين حتى شوف انت اللعيبه بتاعتنا ولله الحمد المظهر التسريحه حلاقه. راجل جندي رايح عشان يؤدي واجبه تجاه بلده. مع احترامي طبعا الناس اللي بتبقى عامله كل واحد حر. بس انا ببقى شايف نفسي اكتر. حضرتك شايف باصص لامور معينه وحاجات معينه. انت بتلاقي اللعيبه، تلاقي ميسي ولا مفيش بيهتم بالجوهر، بالكوره. انا بسعد 6 مليار. فدي ناحيه ادبيه طبعا. فطبعا بكره انا بشوف ان احنا تشكيله. سيبك من الارقام يا كابتن والحاجات طبعًا اللي بتقال. انا بقول طبعًا ان احنا نتفوق على السنغال بمنتهى البساطه يا رب باذن الله تعالى. تشكيله يا كابتن من وجهه نظرك، تشكيل منتخب بسرعه كده. والله طبعا ابو جبل. ابو جبل باك رايت مين بقى؟ امام ولا زيزو؟
لا ولعب بامام. هو لازم الجبهه اليمين ناحيه ماني لازم يبقى فيه عنصر قوي. انا بشوف ان ممكن يبقى بيلعب بزيزو وعمرو السوليه، او اسف زيزو باك رايت، امام عاشور تقصد؟ امام عاشور ويبقى جنبه عمرو السوليه اذا هو يعني سليم. لو الاربعه اللي ورا تقصد امام عاشور فتوح الونش. ايوه الونش عبد المنعم. محمد عبد المنعم تمام. امام عاشور حلو. ده الاربعه اللي في وسط الملعب. النني الثلاثه، نني عمرو السوليه وحمدي فتحي. تمام. وحمدي فتحي بيسقط ما بين السرد باكين. تمام. وبعدين محمد صلاح، محمد مرموش ومصطفى. هو ده يعني التشكيل اللي هيلعب. يعني وحتى البدلاء اللي هو هيغيرهم برضه ايمن اشرف وزيزو والمجموعه دي. ما يلعبش بايمن اشرف يا كابتن ويحط محمد عبد المنعم باك رايت؟ لا، ويلعب محمد او ايمن اشرف يلعب جنب الونش. مش عدلته يا كابتن. مش عدلت عبد المنعم. لا بس عشان يقفل على ماني شويه هيبقى افضل تيقلي من امام عاشور. لا ده الاخطر اللي هو بيقطع دريس يسار. اللي بيقطع ما بين السردباكين، لان ماني لما بيخش بيروح قاطع. انت حضرتك وجهه نظرك لا يخلي الاثنين الثنائي لاعب احلى ثلاث ماتش. الماتش اللي فات مين ذا ماتش مين محمد منعم. لا ما حركوش يا كابتن، حركوش من مكان. خلاص هو والونش في تفاهم. ومسكوا ثلاث فراوده على ثلاث منتخبات في تفاهم وفي انسجام مع ابو جبل كمان. يعني امتى بيطلع وامتى يعني يؤدي مع حمدي. فطبعا دي العناصر كلها مهمه جدا. بس هي جبهه. وبعدين ماني فيه برضه اطمن الناس شويه، ماني بيحب يمسكها زياده شويه، فعايزه واحد بينقض. مجرد بيمسكها ما بيدلوش فرصه انه يستلم ويروح عليه قبل ما تجيله يكون مخلص كل حاجه، مخلص قاطع عليه. عموما اي 11 واحد بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نكسب يا رب ونبقى نحتفل. يا رب يبقى احتفال النهارده واحتفال بكره دي تبقى يعني مش حاجه كتير على الشعب المصري. لا يا كابتن الشعب المصري يستحق. النهارده ثلاث ارباع الشعب المصري احتفل، احنا عايزين كل الناس بكره تحتفل ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله. اشكرك يا كابتن والف مبروك. الف مليون مبروك يا كابتن، وشك حلو يا كابتن. ربنا ده حضرتك اللي دايما بنستفيد منك ووشك حلو علينا في كل حاجه. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل طعيمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتوا طول النهار وبكره الصبح بالمناسبه بعد شويه يعني الساعه 10 الصبح في برنامج 10 الصبح عندنا مفاجآت كثيره جدا، ما قدرناش نخلص كل حاجه النهارده. فهسيب حضراتكم مع علي لطفي وماذا قال علي لطفي بعد نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي على مونتيري المكسيكي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا موجود بكره مع حضراتكم على الهواء مباشره بعد نهايه مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب السنغال، ويا رب يا رب يبقى بكرة احتفال. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. أسيب حضراتكم مع فرحة علي لطفي بعد نهاية مباراة الأهلي ومونتيري وفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. مكملين علي لطفي. ده علي لطفي، هات لي بقى علي لطفي، لأن علي لطفي من اللعيبة بصراحة اللي كان عليهم ضغوط كبيرة جدا جدا. غياب الشناوي، تواجد علي لطفي، كانت موجودة الثقة من جماهير النادي الأهلي، وده لعيب دولي ولعيب منتخبات ولعيب كبير وحارس ممتاز. مبروك يا علي، ضغوط كانت كبيرة عليك قبل المباراة، لكن مع ذلك خلال المباراة لعبت ماتش كبير جدا وشلت كرة بعد الهدف بتاعنا في توقيت مهم قوي خليتنا محافظين على الهدف. أنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب بتاع النهاردة، وبشكرك طبعا على الكلام الجميل أميرة اللي أنت قلته، وبشكر زمايلي طبعا على الروح والإصرار اللي كانوا في الملعب النهاردة. احنا قعدنا مع بعض كتير واتفقنا ان احنا ان شاء الله مش هنبخل اي نقطه عرق عندنا، فالحمد لله قدرنا نحقق مكسب مهم، وان شاء الله دي اول خطوه ولسه بدري ولسه في ماتشات جايه، فان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه يعني. جميل. علي انا عارف العلاقه ما بينك وبين الشناوي علاقه ممتازه، اكيد الشناوي تواصل معاك قبل الماتش، احكي لي اللي حصل، الكواليس كانت ايه؟ لا اكيد طبعا الشناوي، حتى انا كنت انا بكلمه بعد الاصابه على طول، قعدنا نتكلم مع بعض شويه، وبعد كده هو كلمني قبل الماتش قال لي ان شاء الله تعمل ماتش كويس، الناس كلها عندها ثقه فيك وانا عندي ثقه فيك كبيره جدا، انت بتتمرن بشكل كويس وده حقك ان انت تكون موجود دلوقتي، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهبارك لك ان شاء الله بعد الماتش. ان شاء الله الف مليون مبروك يا علي، منتظرين منك المزيد وان شاء الله تجيب لنا ميداليه حلوه ان شاء الله باذن الله. شكرا.